الدورة التعريفية بتطبيق مايكروسوفت تيمز. اسمحوا لي باسمكم أرحب بالإخوان من شركة نيكست، الشريك الذهبي لمايكروسوفت، والإخوان يعني بتعاونوا مع الجامعة من خلال شراكة مع شبكة الجامعات الأردنية لتوفير خدمات مايكروسوفت التعليمية والتعلمية للكادر الأكاديمي وللطلاب. الدورة اليوم راح تكون على مدى الساعتين القادمات، وراح تركز على كيفية استخدام تطبيقات المايكروسوفت تيمز في التعليم عن بعد. يعني زي ما شفتوا بالتحول الطارئ اللي صار عندنا بسبب الجائحة، اضطرينا إنه ندرس عن بعد، وببداية الجائحة ما كانت الإمكانيات لاستخدام تطبيق المايكروسوفت تيمز متوفرة للجميع بسبب أمور تقنية كانت موجودة بالجامعة، واضطرينا نستخدم تطبيق زوم. وزوم باي ذا واي يعني وفروا فريق الدكتور فهمي أبو الرب كمشروع مدعوم، يعني اضطرينا نميل عليه ونستخدم الزوم للفترة الماضية، إلا إنه الزوم يعني هو تم شراؤه لمشروع مدعوم للبارتنرز الموجودين في المشروع. والآن يعني بعد ما رتبنا الأمور التقنية لمايكروسوفت تيمز، إن شاء الله راح يتم تبني تطبيقات مايكروسوفت تيمز في التعليم عن بعد. هذا ما بيعني إنه مش مسموح أو مش لازم نستخدم الزوم، وإنما يفضل إنه نتعرف على الإمكانيات الموجودة بتطبيق التيمز، كيفية استخدامه، ووقتها يترك الخيار للزملاء باستخدام البرمجية اللي بتناسبهم واللي بيشوفوها مناسبة لهم ولطلابهم. بنرجع يعني بعد هيك برجع المايك للإخوان من شركة نيكست، وبتمنى لكم إن شاء الله معلومات مفيدة خلال هاي الدورة، وأهلا وسهلا بالجميع. أنا دكتور لو سمحت هسه بنقدر نستعمل المايكروسوفت أو زوم or we can use both أو بنقدر نستعمل الجهتين. يعني دكتور العصري بحكي أهلا وسهلا دكتور. يعني بدي قبل يعني ما بدناش ناخذ كثير من وقت الدورة، الزوم لا يملك المركز licensed accounts للدكاترة. زي ما ذكرت أنا هو كان مشروع مدعوم وما زال مشروع مدعوم لفريق الدكتور فهمي أبو الروب، لأنه كان في بداية المشروع لم يكن يستخدم من قبل المشروع. الآن البارتنرز في المشروع بيستخدموا الزوم، فما بيقدر المركز يوفر licensed accounts للزملاء. من يرغب في استخدام الزوم as a free account for 40 minutes 100 attendees ما حدا بيقدر يمنعه، بس ما في عندنا licensed accounts من خلال مركز التعلم الإلكتروني للزوم. الزملاء اللي قاموا بشراء اللايسنس او يرغبوا بشراء اللايسنس هم يعني حرين، احنا ما يعني احنا كجامعه او كمركز تعلم الكتروني ما بنقدر نمنع من يريد استخدام الزوم في التعليم عن بعد. بس الزوم ما بيعطيناش الا غير 40 35 دقيقه يعني. اكزاكتلي دكتور، واحنا يعني موضوع الاستثمار في الزوم مكلف جدا، واحنا اوريدي عندنا المايكروسوفت تيمز بسبب الشراكه مجاني، يعني يمكن استخدامه للجميع من غير اي تكلفه. فخلينا نشوف المايكروسوفت تيمز ونشوف امكانياته. اوكي. وانا اكيد انه اذا اعطيتوه فرصه وجربتوه راح تشوفوا انه امكانياته هائله، ويمكن تطبيقه للتعليم عن بعد بكل اريحيه. يعني انضم الأستاذ الدكتور محمد العبيني حالياً،
فإذا تكرمت تعطي المايك للأستاذ الدكتور محمد العبيني حتى برضو يفتتح الدورة من بعد إذنك. شكرا. تفضل دكتور. تفضل. صباح الخير. صباح الخير للجميع. تابع جزء من النقاش اللي صار مع الدكتور. احنا بنرحب طبعا بمايكروسوفت تيمز وحابين نتعرف اكثر على الامكانيات وعلى يعني شركة مايكروسوفت مشكورة بتقدم هذا المنتج اللي بصراحة اثبت جدوى كبيرة في موضوع التعليم الالكتروني. ويعني اليوم احنا في الجولة الثانية حقيقة. الاسبوع الماضي كان ممتع جدا وبتوقع اليوم ان شاء الله يعني بتمنى للجميع يوم منتج ويعني ابداوا الاخوان يبداوا التدريب ان شاء الله لنرى ما لديهم. شكرا للجميع. طبعا شكرا دكتور محمد. شكرا دكتور محمد السماضي. يعطيكم العافية جميعا. أنا المهندس عمر شاكر من شركة نيكست. راح أكون اليوم معاكم خلال الساعتين القادمات نتعرف فيها مع بعض على منصة المايكروسوفت تيمز وكيف يمكن استخدامها في عملية. بس بداية مهندس عمر ما في صوت بس. تمام. هيك تمام؟ ايوه. طيب. الصوت راح وما بعرف اذا بنقدر نعمل ريكوردينج احنا كمان للميتنج. كانوي؟ هلا الريكوردينج اكيد احنا راح نعمل ريكوردينج كامل لهاي السيشن وبعد ما تخلص راح نبعث التسجيل ان شاء الله للدكتور محمد مركز التعلم حتى يعمل له شيرينج لجميع الزملاء الافاضل. احنا بدايه قبل ما نبدا الصوت الكواليتي تبعت الصوت باشمهندس راحت كانت افضل قبل شويه. يلا هو يعني احنا محكومين بسرعه الانترنت صراحه. أوكي. كل مكان الانترنت اسرع كل مكان الشغل افضل كونه احنا بنشتغل على تطبيق اونلاين وليس مرتبط بسيرفرات معينه هو مرتبط بسيرفرات مايكروسوفت. فكل مكان الانترنت اسرع كل مكان جوده العمل افضل على هاي المنصه. طبعا عشان احنا نقدر نكسب الوقت الساعتين هذول ونستفيد منهم بحب اكد اي حدا عنده استفسار في معي زملائي المهندس انس صوالح المهندس اسامه موجودين معنا حتى يتلقوا استفساراتكم من خلال الشات. اذا حدا كان في عنده اسئله معينه احنا طبعا بعد كل موضوع نغطيه راح نترك مجال للاسئله على الموضوع اللي راح نغطيه بإذن الله. وزي ما حكينا المحاضرة هاي راح تكون مسجلة وراح نبعث هذا التسجيل لمركز التعلم الإلكتروني حتى يشاركوا مع الجميع. راح أبلش على طول في عمل شيرينج للشاشة تبعتي. ممتاز. طبعا راح نبلش أولا في كيفية الدخول إلى منصة المايكروسوفت تيمز. احنا طبعا بالتعاون مع مركز التعلم الإلكتروني قمنا بإنشاء حسابات لكامل الدكاترة الأفاضل زائد الطلاب على منصة المايكروسوفت تيمز وراح نشوف هلا كيفية الدخول لهذه المنصة. طبعا عشان أدخل على الموقع الرئيسي اللي موجود فيه برامج المايكروسوفت 365 لازم أدخل على موقع اللي هو اسمه portal.office.com. راح أحاول أكبر الخط حتى يكون واضح ومرئي للجميع. portal.office.com هذا هو عنوان أو عنوان الموقع الموجود فيه برامج الأوفيس 365. راح أخذ هذا العنوان وأجي على المتصفح portal.office.com حتى يجيبني على هاي الصفحة اللي شايفينها أمامكم. من هون أنا بدخل اليوزر نيم أو الحساب اللي أنا أخذته. اليوزر نيم اللي هو راح يكون الاسم الاول والاسم الاخير @just@just.edu.jo او @اسم الكليه.just.edu.jo هيك راح يكون اسم الحساب اللي موجود عندكم. بدخله بهاي الطريقه بعديها بضغط على نيكست
مباشرة بعطيني شاشة الباسورد أو كلمة السر، كلمة الدخول. بعد ما أحط الباسورد بعمل ساين إن، مباشرة بدخلني على البورتال الرئيسي اللي موجود فيه كامل برامج الأوفيس. طبعا منصة المايكروسوفت تيمز هي أحد برامج مجموعة برامج الأوفيس 365. المعظم معتاد على العمل على برامج الأوفيس من خلال تنزيل أو تحميل هذه البرامج على الجهاز مباشرة، اللي هي مثل الوورد والإكسل والبوربوينت. حاليا مع التجديد الجديد لمنصة أو تطبيقات الأوفيس 365، صرت أنا مباشرة أقدر أشتغل على برامج مثل الوورد والإكسل والبوربوينت من خلال المتصفح مباشرة زي ما احنا شايفينهم هون. وطبعا كونه اللايسنس موجود عندكم من مايكروسوفت مجانا، فيمكن تحميل هاي البرامج اللي هي الاوفيس 365 من خلال هاي الايكون اللي هي انستول اوفيس. بقدر انزل كامل برامج الاوفيس عندي على الجهاز، مجرد ما اضغط عليها ببلش يعمل داونلود لهاي البرامج عندي على الجهاز، وبصير اقدر اشتغل على البرامج الاوفيس هاي مباشره من جهاز الكمبيوتر. شو الفرق ما بين برامج الأوفيس 365 والأوفيس اللي أنتم معتادين عليه اللي هو مثلاً أوفيس 2013 أو 2007؟ رقم الأوفيس اللي كنا إحنا معتادين عليه مثل 2007 و2013 تم إلغاؤه واستبدلته مايكروسوفت برقم اللي هو 365، وهذا يعني أنه أنت بتشتغل على النسخة المحدثة دائماً. يعني مثال برامج الأوفيس الحالياً موجودة راح نشتغل عليها هي أوفيس 2019، ولما يتم تحديثها العام القادم مثلا اوفيس 2020 برضه راح تتحدث مباشره عندك من خلال فقط منصه او بورتال الاوفيس 365. تمام، اذا هذا المكان الرئيسي اللي موجود فيه كامل برامج الاوفيس. ممكن انا مباشره اشتغل على اي برنامج، مثلا بدي افتح دوكيمنت وورد، بقدر افتح مباشره على المتصفح من غير ما يكون نازل عندي برامج الاوفيس على الجهاز. مباشره بقدر افتح اي دوكيمنت وابلش اكتب باي شيء بدي اياه. طبعا مثل ما حكينا كل مكان الانترنت اسرع كل مكان الشغل افضل واحسن. بقدر ابلش اكتب مباشره على ملف الوورد، وما في داعي انا اعمل عمليه سيفنج زي ما احنا لاحظين هون. مباشره كل ما بكتب حرف على طول بيعمل له سيفنج مباشره، مش بحاجه انه انا اروح واعمل سيفنج لهذا الملف. تمام، مكان التخزين وين بيروح هذا الملف بيتخزن؟ بيتخزن على برنامج اسمه الون درايف. برنامج الون درايف هو مشابه لبرنامج الجوجل درايف، للي معظم اشتغل على برنامج الجوجل درايف، وهو عباره عن مكان تخزيني مثل اليو اس بي فلاش ولكن اونلاين. بدل ما انا اخزن ملفاتي على يو اس بي فلاش وهاي اليو اس بي تضيع مثلا او تكون معرضه لدخول فيروسات، ملفاتي كامل بقدر انا اخزنها على الكلاود مباشره من خلال تطبيق الون درايف. موجود التطبيق الون درايف، اذا بروح على الزاويه الشمال على مجموعه النقاط هاي بفتح لي كامل برامج الاوفيس 365، واحده من هاي البرامج اللي هو الون درايف. مباشره اذا بدخل على الون درايف راح الاقي الدوكيومنت اللي انا فتحته حاليا على الوورد بهاي الطريقه. وطبعا برنامج الون درايف يمكن تنزيله او يمكن عمل داونلود له على الجهاز مباشره، بنزل على الجهاز مباشره عندك. تفضل. بس الناس الدكاترة مش سامعين الصوت، وشوي شوي انك سريع انت بالحكي. طيب حاضر، اذا بدي احاول لانه هاي بدها خطوة خطوة، يعني مشان احنا في الناس قاعدة بتاخذ نوت كمان. حاضر يا دكتور، حاضر. Thank you. ولا يهمك دكتور. اذا مرة اخرى خليني ارجع انا على البورتال الرئيسي. حكينا احنا اول ما بدخل على البورتال الرئيسي اللي هو من خلال portal.office.com حطيت اليوزر نيم وحطيت الباسورد، دخلت على البورتال الرئيسي مثل ما احنا شايفين. قلنا من خلال البورتال الرئيسي بقدر احمل برامج الاوفيس 365 من خلال هاي الايقونه اللي هي انستول اوفيس. اذا بضغط عليها وبختار انستول سوفت وير، مباشره بيتم تنزيل برامج الاوفيس 365 على الجهاز، وبصير اشتغل مباشره من الجهاز مش من المتصفح. طبعا يمكن العمل من المتصفح مباشره على كامل برامج الاوفيس، ومن ضمنها لو سمحت والله اليوزر نيم تاعي انا مثلا بدي افتحه شو بكون؟ تمام، راح يكون المقطع الاول من اسمك والمقطع الاخير @just.edu. المقطع الاول يعني قصدك تقول الاسم نفسه الفيرست نيم واللاست نيم.
first last name. First last name بهاي الطريقة. كلها كلمة واحدة. بالضبط. بكتب نعم. الفيرست نيم دوت اللاست نيم ات جاست دوت اديو دوت جو. بيناتهم في دوت. في دوت راح يكون بين المقطع الأول والمقطع الأخير في دوت. الثاني نعم. في دوت ات. بس خلينا نكمل إذا في مجال. دكتور محمد السماد تفضل. يعني دكتور كل شخص بيقدر يدخل على المنصة من خلال إيميله الجامعي، الإيميل الشخصي تبعك تبع الجامعة. أها أوكي. يعني مش شرط يكون اسمك الأول دوت الفاميلي نيم، لا، هو إيميلك الشخصي تاع الجامعة. إيش الإيميل اللي بتستخدمه أنت للجامعة؟ @justdidjo هو الإيميل اللي بتقدر تدخل فيه على المنصة. شكرا. شكرا لك. شكرا. شكرا سيد. هيك التعليمات اجتنا انه حابين نفوت في اليوزر نيم والباسورد اللي بنستعمله قديما او حديثا في الاي ليرنينج او في الايميل. نعم نعم صحيح دكتور. أوكي. نعم صحيح. اوكي طيب خلينا نتابع، ومثل ما اتفقنا الزملاء الكرام اي حدا عنده استفسار اذا في مجال بس تبعثوا الاستفسار على الشات، وراح اترك مجال للاسئله بعد كل توبيك راح نمشي فيه، راح اترك مجال للاسئله المباشره حتى نستغل وقت المحاضره. اذا اتفقنا انا بدخل على البورتال الرئيسي اللي هو portal.office.com، حطيت اليوزر نيم او الايميل الجامعي وبضغط على نيكست، بحط كلمه السر الباسورد وبعمل ساين ان، بدخلني مباشره. طبعا اذا بستخدم الجهاز الخاص فيه ممكن اخزن هاي الباسورد حتى ما يطلبها مني مره ثانيه، ولكن اذا بشتغل على جهاز داخل الجامعه اكيد راح اختار الخيار نوع حتى ما يسيب او ما يعمل سيفنج للباسورد او كلمه السر. مباشرة بصير داخل البورتال الرئيسي لبرامج الأوفيس 365، وحكينا برامج الأوفيس 365 تختلف عن البرامج اللي أنتم معتادين عليها بأنها تم تغيير اسمها ل 365، وهي دائما نسخة محدثة من مايكروسوفت من خلال البورتال الرئيسي. بقدر انزل كامل برامج الاوفيس عندي على الجهاز بمجرد ما بدخل على الصفحه الرئيسيه للبورتال. طبعا بنحكي كل ما كان الانترنت اسرع كل ما كان الشغل اسرع على البورتال او على منصه المايكروسوفت تيمز. باش مهندس ما في مشكله في عند حدا في الدخول للسيستم او للتيمز، المشكله في الايكونز اللي جوا، يعني هذا هون ما في مشكله فيه، يعني انما there are so many things inside that we need to know about. Got me؟ النت بقطع يا دكتور يا مهندس. ان شاء الله راح نكمل البرامج الموجوده بشكل عام. راح يكون تركيزنا اليوم على منصه المايكروسوفت تيمز، احنا راح ناخذ فقط اوفر فيو سريع على برامج الاوفيس 365، راح ننتقل بعديها ل اوكي. المعذره من الجميع، ممكن الانترنت عندي شوي سيء، خليني احاول اضبطه بشكل سريع. الصوت the sound quality is not that good, I don't know why. اكيد هي زي ما حكينا، احنا كل ما كان الانترنت اسرع كل ما كان الشغل افضل واسرع على المنصه. يبدو عندنا اخوة حلو. الصوت راح تماما هلا. هلا ثواني دكتور، راح اكون معك ثواني بس انا قاعد بضبط، بحاول اضبط خط الانترنت. ثواني. اعتقد المشكله من عندك لانه اغلبنا يعني لا عنده فايبر لا عنده.
بس. مهندس عمر اذا يعني جرب طفي كاميرتك اذا يعني. نعم تمام. بعتذر جدا من الزملاء، ان شاء الله يكون هسه خط الانترنت راح يكون افضل. تحسنت نوعيه الصوت هلا في اخر. تمام تمام راح اباشر على طول. ممتاز. احسن شوي بلش يتحسن. هسه راح يتحسن لانه شابك من البيت وعندي الاولاد شابكين على المنصه بدرسوا، فعشان هيك شوي في عندنا ضغط في البيت. بعتذر من الجميع. راح ارجع اباشر. اتوقع الشاشه موجوده عند الجميع مضبوط اسامه؟ صحيح صحيح. طيب زي ما حكينا هون انا داخل البورتال الاساسي اللي فيه بكامل برامج الاوفيس موجوده عندي على الشمال، اللي هي برامج الوورد والاكسل والباوربوينت اللي احنا معتادين عليها، ايضا من ضمنها برنامج الاوتلوك اللي راح يستخدم في المراسلات الخاصه بالجامعه باستخدام الايميل الرسمي تبع الجامعه، برنامج الون درايف برضه من ضمن البرامج اللي موجوده بالاوفيس 365 وهو يستخدم لتخزين الملفات. السعه التخزينيه لبرنامج الون درايف هي 1000 جيجا بايت 1 تيرا بايت. بتقدر تنزل برنامج برضو عندك على الجهاز مباشرة برضو من خلال التطبيقات تبعت الـ Office 365. لما بعمل انستول كامل التطبيقات تبعت الـ Microsoft 365 تنزل على الجهاز. راح ننتقل سريعا للـ Microsoft Teams حتى نستغل الوقت. طبعا أنا بقدر أوصل لمنصة الـ Microsoft Teams من ضمن البرامج الموجودة هون زي ما احنا شايفين، أو من خلال مربع البحث. إذا بفتح مربع البحث وبكتب كلمة Teams تظهر لي الايكون تبعت المايكروسوفت تيمز مباشره، بقدر اضغط عليها. طبعا بما اني انا عامل ساين ان من البورتال البراوزر مباشره فتح لي صفحه ثانيه، وهلا راح اشوف كيف بقدر انزل منصه المايكروسوفت تيمز عندي على الجهاز مباشره. طبعا لاول مره راح تفتح منصه المايكروسوفت تيمز راح تظهر لك هاي الشاشه. من خلال هاي الشاشه بقدر انزل البرنامج او تطبيق المايكروسوفت تيمز على اللابتوب مباشره من خلال هاي الايكون اللي هي جيت ذا ويندوز ابلكيشن. بقدر انزل الابلكيشن مباشره عندي على الجهاز، وبيخيرني طبعا اذا كنت انا فاتح من الموبايل تبعي بقدر بيعطيني خيارات اقدر انزل التطبيق على التليفون مباشره. طبعا يمكن العمل على التطبيق من خلال المتصفح مباشره او من خلال تنزيل التطبيق على الجهاز. راح افتح انا التطبيق مباشره على المتصفح حتى نشوف. طيب طيب باش مهندس، اذا كان في ناس اوريدي منزلين الاكسل ومنزلين هاي الشغلات في دائره بده ينزلوها مره ثانيه يعني اذا ناس عندك. طيب اذا في مجال يا دكتورنا العزيز، اذا في مجال اتفقنا اذا في اي سؤال تبعته على الشات بنهايه كل توبك راح اغطيه جوابا لسؤالك. هو تنزيل البرامج اختياري وليس اجباري. الجميل في برامج الاوفيس 365 انك لما تنزل هاي البرامج بتشتغل على النسخه المحدثه اللي هي 2019 بدل ما اشتغل على نسخ القديمه. والنسخه اللي راح تنزلها هي نسخه لايسنس من مايكروسوفت تختلف عن النسخ. يعني معظمنا مش معتاد انه يشتري برامج الاوفيس المرخصه، المعظم معتاد يعمل اكراك لها حتى تصير مرخصة وهي غير قانونية. أما باستخدام النسخة التي تملكها الجامعة أنا بشتغل على نسخة لايسنس من مايكروسوفت. أوكي أوكي. إذا رجوعا لكيف أنا راح أدخل على منصة المايكروسوفت تيمز، شفنا كيف أنا بقدر أعمل داونلود للبرنامج مباشرة عندي على الجهاز، وممكن أنا أشتغل على المتصفح مباشرة إذا بختار خيار اللي هو Use the Web App. إذا بضغط Use the Web App على طول بدخلني على منصة المايكروسوفت تيمز بهاي الطريقة. برضو إذا أنا ما عملت تنزيل للتطبيق من الخيار اللي شفناه بالشاشة اللي سبقت هاي الشاشة، إذا بدخل على تطبيق التيمز عندي على الزاوية الشمال تحت في خيار اللي هو داونلود ديسكتوب أبليكيشن، إذا بضغط عليها على طول مباشرة بنزل التطبيق على الجهاز. تمام. إذا هون إحنا جود صرت جوا منصة المايكروسوفت. أوكي 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 أوكي. صرت داخل منصة المايكروسوفت تيمز. أول شغلة راح أفرجيكم إياها اللي هو إذا أنا حاب أغير لغة واجهة التطبيق
أو لغة التطبيق نفسه للغة العربية. إذا بروح من الزاوية اليمين على هذا الشكل اللي هو فيه الانيشال letters من الإيميل تبعي، إذا بضغط عليها بهذا الشكل بروح على خيار settings الإعدادات، تظهر عندي هاي الشاشة اللي فيها خيارات متعددة، تغيير مثلا شكل أو لون واجهة التطبيق، تغيير اللي اوت كيف شكل الفرق راح يظهر أو التيمز. عندي هون خيار اللانجوج اللغة أول خيار، إذا بفتح هذا الخيار وبدور على العربية اللغة العربية عادة بتكون بالأخير، بختار خيار العربية المملكة العربية السعودية وبضغط على Save and Restart، برجع بعيد لي تشغيل التيمز باللغة العربية. إذا مرة أخرى كيف أنا بقدر أغير اللغة تبعت واجهة التطبيق؟ إذا بضغط من الزاوية اليمين على هاي الدائرة بروح على Settings إعدادات، في عندي من الإعدادات في عندي خيار Language، بروح على أول مربع بخيار Language وبنزل لتحت، بعمل Scroll Down لبين ما أوصل للعربية المملكة العربية السعودية، بختار اللغة وبضغط على Save and Restart، على طول مباشرة بعيد تشغيل المنصة باللغة العربية. طيب راح نتابع أول إشي بالتعرف على الخيارات اللي موجودة عندي على الشمال، إيش الخيارات الموجودة عندي على الشمال. طبعا تسهيلا لفهم منصة المايكروسوفت تيمز أو تقريبا خليني أقرب لكم البرنامج، المعظم طبعا اشتغل على برنامج السكايب اللي هو كنا نستخدمه للمكالمات عبر الإنترنت أو المحادثات أو المكالمات المرئية الفيديو كولز. برنامج السكايب هو مملوك لشركة مايكروسوفت، مايكروسوفت أخذت الفيتشرز أو الخصائص. باشمهندس خلنا أقاطعك بس ثانية لو سمحت، الصوت أنت عم تحكي سريع، يعني لو أبطأ شوي بكون ممنونك. حاضر ولا همك يا دكتور. طيب مرة أخرى حكينا بدي أحاول أقرب لكم اللي هو معرفة المايكروسوفت تيمز أو تطبيق المايكروسوفت تيمز. مايكروسوفت تملك تطبيق السكايب أو برنامج السكايب، واللي أتوقع المعظم اشتغل عليه، ويستخدم برنامج السكايب للمكالمات عبر الإنترنت الفيديو كولز أو المكالمات المرئية أو التشات. مايكروسوفت أخذت هاي الخصائص وجابت تطبيقات الأوفيس اللي هي الوورد والإكسل والباوربوينت، وجابت برنامج أو تطبيق اسمه مايكروسوفت ستريم اللي مشابه لليوتيوب، اللي من خلاله أنا بقدر أسجل المحاضرات تبعتي وأحطها في مكان واحد شانل ويصير يوصلوا لها الطلاب، وجابت تطبيق أو برنامج اسمه مايكروسوفت فورم والذي يستخدم لعمل الامتحانات أو الواجبات، وجمعتهم كامل هاي التطبيقات في منصة واحدة سمتها مايكروسوفت تيمز. إذن معظم الخصائص اللي موجودة على التيمز هي معظمكم بيعرفها من خلال تطبيق السكايب، مثل مثلا المكالمات من خلال تطبيق التيمز بقدر أعمل مكالمة مباشرة مع طالب معين أو مع أستاذ معين، برضو من خلال التطبيق بقدر أعمل تشات مباشرة 101 تشات خاص بيني وبين الطالب أو بيني وبين الدكتور، إذا بدي أحكي مع طالب معين مباشرة بقدر أدور على اسم هذا الطالب بهاي الطريقة، ومباشرة بقدر أعمل له بقدر أبلش معاه تشات مباشرة وهو بيعمل تشات مباشرة معي. إذا خاصية التشات هي من الخصائص اللي أخذتها مايكروسوفت من برنامج السكايب، وبرضو خاصية المكالمات من الخصائص اللي أخذتها مايكروسوفت برضو من برنامج السكايب، وكلنا بنعرف إنه من خلال برنامج السكايب بقدر أعمل فيديو كول. فإذا المحاضرة الأونلاين اللي راح أعملها على منصة المايكروسوفت تيمز هي عبارة عن فيديو كونفرنس كول بنفس الطريقة اللي أنتم منضمين فيها على هاي المحاضرة. برضو من خلال التطبيقات الموجودة عندي هون، عفوا كيف بختار كل البارتيسيبانتس لو بدي أنا أحكي مع كل الطلاب؟ هون اخترت واحد، طبعا بدي أختار select all، how do I do this؟ طيب دكتورنا العزيز زي ما اتفقنا يا دكتور عشان إحنا ما كثير نقطع بوقت المحاضرة، إذا عندك أي استفسار إذا في مجال إذا تكرمت علينا تبعت استفسارك على الشات، وبعد كل توبك راح أترك مجال أخذ أسئلة وأجاوب على كامل الأسئلة. بالنسبة لسؤالك راح نغطيه لما أدخل على كيف أنا أعد المحاضرة وأوجهها لطلابي.
أنا حالياً بشرح عن إيش الخصائص الموجودة عندي على الشمال حتى تكون عارف أنت كيف تستخدم هذا التطبيق لاحقاً. كبسة الأكتيفيتي بتظهر لي النوتيفيكيشنز أو الإشعارات اللي بتجيني على المنصة، يعني مثلاً طالب بعث لي مسج معينة مباشرة بتظهر عندي على الأكتيفيتي، وبقدر أكبس على هاي الأكتيفيتي وديني مباشرة على النوتيفيكيشن اللي إجتني. برضو إذا منزل أنا التطبيق على تليفوني وجاني نوتيفيكيشن أو إشعار معين، راح يطلع صوت مع هذا النوتيفيكيشن حتى يعلمني إنه فعلياً في عندي نوتيفيكيشن إجتني على منصة التيمز حتى أتابعها. إذا من خلال الأكتيفيتي أنا بقدر أشوف كامل الأكتيفيتيز اللي صارت عندي على التيمز، وبقدر أعمل فلتريشن لهاي الأكتيفيتي، يعني أحدد إيش اللي بدي يظهر وإيش ما بدي يظهر. بقدر أدور على شيء معين على فلتريشن معينة، مثلا تشات إذا كانت نوتيفيكيشن تشات مثلا أو نوتيفيكيشن خاصة بكلاس، مباشرة بقدر أعمل فلتريشن أدور على هاي النوتيفيكيشن من خلال الأكتيفيتي. حكينا بالتشات، بقدر أنا أعمل تشات مباشر مع طالب معين أو مع دكتور معين. التيمز اللي هي تمثل الفرق أو الغرف الصفية اللي موجودة عندك، وراح تكون عادة باسم المادة. وطبعا إحنا بالتعاون مع مركز التعلم الإلكتروني قمنا بتحضير كامل المساقات التعليمية للدكتور وللطلاب، يعني راح يفوت الدكتور راح يلاقي كامل مساقاته موجودة، والطلاب راح يدخلوا راح يلاقوا كامل مساقاتهم اللي هم مسجلينها، ويبلشوا يتواصلوا مباشرة مع دكتور المادة. إذا من خلال التيمز أو الشورت كات تبع التيمز بقدر أشوف كامل الفرق أو كامل المساقات الموجودة عندي. الأسايمنت وهي للواجبات، لعمل الواجبات والامتحانات الاختبارات، وكامل مساقاتك بتبين هون، تختار المساق وبتبلش بالخطوات اللي راح نشوفها لاحقا. الكالندر اللي هي احنا راح نستخدمها لعمل جدول المحاضرات، عمل جدولة للمحاضرات وارسالها لكامل الطلاب حتى يكون في مكان محدد له، يكون عارف وين رابط المحاضرة بالوقت والتاريخ تبع هاي المحاضرة. تمام؟ في اي استفسار اسامة على الخصائص اللي ذكرناها هون قبل لا ادخل على التيمز؟ لحد الان الامور تمام. ممتاز. طيب اذا احنا زي ما حكيت لكم بالتعاون مع مركز التعلم الالكتروني من خلال الدكتور محمد الصمادي قمنا بعمل كامل المساقات التعليميه لكامل الدكاتره والطلاب، راح يدخلوا يلاقوا مساقاتهم موجوده. راح امشي انا بخطوات كيف انت ممكن تعمل غرفه صفيه او مجموعه، حتى اذا احتجت انت لقدام تعمل مجموعه وتضيف طلاب عليها لنشاط معين او مثلا لمشروع تخرج معين، تكون عارف خطوات كيف تساوي غرفه صفيه. راح أروح على Teams اللي هي الفرق Teams، وراح أضغط على Join or Create Team. Join or Create Team راح يظهر لي الخيارين المربعين اللي احنا شايفينهم. المربع الأول من خلاله بعمل Create للTeam. المربع الثاني راح نشوف كيفية استخدامه اللي هو Join a Team with a Code، لما بدي أعمل كود لTeam معين وأبعته لطلابي عشان يدخلوا هم على هذا الفريق أو هذا التيم. راح أضغط على خيار Create Team، تظهر لي هاي الشاشة اللي فيها خيارات التيمز اللي أنا بقدر أعملها كرييت. أول خيار اللي هو يمثل الكلاس روم أو الغرفة الصفية. الخيار الثاني Professional Learning Community، يستخدم ممكن مجموعة دكاترة بين بعضهم يعملوا Learning Community معين. الستاف يستخدم للأقسام الإدارية، مثلا قسم الامتحانات، قسم التسجيل، يستخدم للتعاون ما بين الأقسام الإدارية. والنوع الأخير مفتوح للطلاب، هذا النوع الوحيد اللي بيقدروا يفتحوه الطلاب اللي هو الأذرز، وهو عبارة عن جروب عادية ممكن يستخدموها للتواصل المباشر، مثلا للتعاون على مشروع عمل معين. الفرق ما بين الكلاس تيم وباقي المجموعات، الكلاس تيم يحتوي على assignment وعلى class notebook وعلى grades. الassignment اللي تستخدم للواجبات أو الامتحانات، والgrades اللي هي المكان اللي بتظهر فيه كامل علامات الواجبات أو الامتحانات اللي قدمها الطالب. والclass notebook هلا راح نشوف مع بعض كيف راح أوظف الclass notebook داخل الclass room. راح أضغط على class، مباشرة بعطيني إيش بدي أسمي هذا الكلاس، شو اسم الكلاس تبعي. ممكن يكون باسم المادة، ممكن يكون مثلا
باسم معين انت ترتقي. اذا بكتب اسم الكلاس او اسم التيم، المربع اللي بعده مربع ديسكريبشن طبعا، لانه راح يكون في عندك كثير تيمز او مساقات، لسهولة الوصول لهاي المساقات تقدر تستخدم الديسكريبشن حتى تميز لشو هذا التيم اللي انت فتحته، وهو مربع اختياري وليس الزامي، اوبشنال. تمام، اذا كتبت اسم التيم وكتبت ديسكريبشن لهذا التيم، وراح اروح على خيار نيكست. الخطوة التالية مباشرة اللي هي عملية اضافة الطلاب. هون طبعا راح تضيف الطلاب بالرقم الجامعي، بدك تكون عارف الرقم الجامعي للطالب من خلال الرقم الجامعي، او تبحث عنه بالاسم، ممكن من خلال البحث بالاسم تضيف الطالب. طبعا لازم تضيفهم طالب طالب بهاي الطريقة، بختار الطالب وبعمل اد، على طول بنضاف هذول الطلاب وبظهر عندهم هذا التيم مباشرة. بس بقدر اضيف كل الطلاب مرة واحدة، مش هيك يا باشمهندس؟ طيب الخطوات احنا هون حكينا بضيف طالب طالب، الطلاب مرة واحدة من خلال هاي الخطوة ما بقدر، لازم اجيبهم واحد واحد. راح نشوف طريقة ثانية. لما يكون عندك 200 طالب بدك تضيفهم واحد واحد. طيب انت استبقت الحدث يا دكتور. راح نشوف طريقة ثانية. احنا قلنا اول ما دخلت انا على الكرييت تيم شفنا مربعين، المربع الاول اللي هو كرييت لتيم، المربع الثاني اللي هو جوين ا تيم وذ ا كود. وهاي الخطوه اللي انا بقدر اسويها، بقدر اعمل كود لهذا التيم وابعثه للطلاب، وللطلاب هم اللي يدخلوا على التيم من خلال هذا الكود، راح نشوفه مع بعض لما نعمل كرييت لتيم. اذا قلنا من خلال هاي الشاشه انا بضيف الطلاب 1 باي 1 واحد واحد. الفرق ما بين الستودنت والتيتشرز، اللي بضيفه على التيتشرز راح يكون معاه نفس الصلاحيات اللي موجوده معي. انا مثلا الاونر لهذا التيم، انا بقدر اضيف الطلاب، انا بقدر اعمل الاساينمنت، بقدر اعمل جدول للحصص. التيتشر اللي راح اضيفه هون راح يكون معاه نفس الصلاحيات اللي موجوده معي. هاي الفرق ما بين التيتشرز او ما بين الستودنتس. خلصت خطوات الاضافه، ضفت الستودنتس اللي انا بدي اياهم، وضفت التيتشرز اذا كان في عندي كو تيتشرز معي بالماده، وبضغط على خيار كلوز. مباشرة بيظهر عندي التيم بهاي الطريقة. تمام؟ إذا راح نشوف أول خيار بالغرفة الصفية أو بالتيم، كيف ممكن أنا ما بدي أضيف الأربعين طالب واحد واحد، بدي أعمل كود لهذا التيم وأبعته للطلاب وهم يدخلوا على هذا التيم مباشرة. راح أروح على خيار الثلاث نقاط مقابل اسم التيم اللي أنا عملته، أو ممكن إذا أنا دخلت على تيمز شفت الثلاث نقاط هاي برضو، وين ما شوف الثلاث نقاط تمثل الإعدادات، الثلاث نقاط وين ما بشوفها داخل منصة المايكروسوفت تيمز، الثلاث نقاط تمثل الإعدادات أو السيتنجز. بدي أشوف أنا خيار كيف بدي أعمل كود لهذا الفريق وأوديه لطلابي حتى هم يعملوا جوين. راح أروح من الثلاث نقاط على مانج تيم، من مانج تيم راح اروح على سيتنجز الاعدادات، ومن السيتنجز راح اروح على شيء اسمه تيم كود. تيم كود راح افتح تيم كود واعمل جنريت. مباشره بيظهر عندي الكود الخاص بهذا التيم، باخده كوبي وببعته لطلابي، اما بحطه مثلا على منصة المودل مثلا، أو ببعته من خلال الواتساب. المهم أوصل هذا الكود بأي طريقة لطلاب تبعوني، عشان طلابي لما يدخلوا على المنصة راح يروحوا على join or create team ويحط الكود جوا مربع join a team with a code، ومباشرة بيعمل join لهذا التيم. طبعا لأني owner لهذا التيم أنا راح يطلع لي هاي المسج، ولكن كطالب اول ما بدخل، اول ما بحط الكود بيعمل جوين مباشره، بصير داخل الفريق. اذا مره اخرى الخطوات اللي انا مشيت فيها، اللي هي خطوات اعداد كود للفريق وارساله للطلاب حتى يعملوا جوين، وبهاي الطريقه بكون اختصرت على حالي موضوع اضافه الطلاب من هذا المربع. بدل ما اضيفهم طالب طالب، راح اروح واعمل كود لهذا التيم وابعته للطلاب. من وين بطلع الكود؟ مقابل اسم الفريق او اسم التيم على ثلاث نقاط، بضغط بروح على مانج تيم،
من المانج تيم بروح على السيتنجز الاعدادات، من السيتنجز بروح على التيم كود، وبكون بهاي الطريقة بضغط على جنريت وباخذ هذا الكود وبوصله لطلابي بأي طريقة، وطلابي هم بيعملوا جوين مباشرة لهذا التيم. تمام؟ طيب في أي سؤال عندك أسامة لهون على خطوات إنشاء الفريق وعمل الكود؟ لا هاي صارت مفهومة، يعني ما تكون كل كورس بده كل كود لكل الطلاب بفوتوا من الكود مباشرة. مظبوط يا دكتور، مظبوط. أنا يعني كنت أسأل زميلي أسامة، أسامة إذا في أي أسئلة مسجلة عندك؟ لا تمام، لحد الآن الأمور تمام، بس في نقطة إنه موضوع الكود راح يظل مستمر طول ما هو عاملين الكود. تمام، طبعا الكود لما أنا بعمله طول ما أنا مش عامل ريموف لهذا الكود، هذا الكود بضله فعال والطلاب بيقدروا يدخلوا على هذا التيم مباشرة. باللحظة اللي أنا اكتمل عندي العدد على التيم لازم أروح وأعمل ريموف لهذا الكود إذا بدي أوقف عملية الجوينينج على التيم تبعي. طبعا لما الطالب يعمل جوين هو ما بدخل مباشرة، لازم يصرح له الأونر تبع التيم أو الدكتور تبع المادة، لازم يصرح له الدخول من خلال السكشن اللي هو بيندينج ريكوست. إذا لما الطالب بيعمل جوين a team with a code، لما بدخل على التيم بالكود اللي أنا بعت له إياه، الطلب الإضافة على طول راح يوصل على البيندينج ريكوست مباشرة، بيظهر بهاي الشاشة بيعمل أدمت الدكتور للطالب حتى يدخل على التيم، بيعمل موافقة لطلبه حتى يدخل على التيم مباشرة. إذا بما أنه إحنا فتحنا صفحة الإعدادات السيتينجز، خلينا نشوف كأونر على هذا التيم شو في عندك صلاحيات أو خيارات حتى تدير هذا التيم مباشرة. أول خيار عندك اللي هو التيم ثيم، عبارة عن آيكون، تقدر تغير الآيكون تبعت التيم حتى تسهل لإلك معرفة التيم. يعني ممكن أميز أكثر من تيم موجودين عندي من خلال عمل آيكونز معينة، بختار أي آيكون وبعمل أبديت مباشرة بتتغير عندي الآيكون تبعت التيم اللي موجود. يعني بتصير كامل الفرق أو التيمز الموجودين عندي مميزة بآيكونز معينة مثل ما إحنا شفنا بهاي الطريقة. من وين حطيت أنا الآيكون مرة أخرى؟ كنت أنا داخل الفريق على الثلاث نقاط، رحت من اللي كنا في الإعدادات السيتينجز، أول خيار في الإعدادات اللي هو التيم ثيم، بضغط بفتح التيم ثيم وبروح على تشينج للثيم وبختار الثيم اللي أنا بدي إياه وبعمل أبديت مباشرة تتغير الآيكون أو شكل الآيكون تبعت التيم اللي أنا عملته. تمام. طبعا مثل ما حكينا كل ما كان الانترنت اسرع كل ما كان الشغل افضل واحسن على منصه المايكروسوفت تيمز. نكمل في الاعدادات، كنا احنا بالاعدادات من خلال المانج تيم السيتنجز، شفنا الثيم كيف بقدر اغير الايكون تبعت التيم. عندي هون المانج للممبرز البيرميشنز او الممبر بيرميشنز، ايش في صلاحيات او خيارات للممبرز، شو بيقدر يساوي. طبعا الخيار اللي بحط عليه صح معناته أنا فعلته للممبرز للطلاب، يعني هون مثلا الطلاب بيقدروا يعملوا كرييت أو أبديت لتشانلز، تشانلز اللي هي مثل التشانلز اللي احنا شايفينها هون، وهلا راح نتعرف مع بعض على التشانلز. من هون الخيار بشيله ببطلوا قادرين انهم يعملوا تشانلز على التيم تبعي، وزي ما انتم ملاحظين خيارات معظمها مشيولة على الطلاب، زي مثلا ممبرز الله ممبرز ديليت للتشانل، او مثلا يعمل ريموف لابلكيشن او يضيف ابلكيشن معينه على مستوى الفريق، يعمل كرييت لتابس تابات معينه داخل التيم هلا راح نشوفها، او اخر خيارين اللي هو ديليت المسج، اذا طالب مثلا بعت مسج هلا اعطيه الاوبشن انه يعمل ديليت لهي المسج او يعدل هاي المسج. من هون هذول الخيارين اذا بشيلهم الطالب هيك مجرد ما يبعت مسج ما بقدر لا يعدل عليها ولا يقدر يعمل لها ريموف. لنفترض مثلا بعت مسج بالخطأ أو في خطأ بالكتابة تبعته، بتيح له هذا الخيار حتى يعدل المسج اللي بده يبعتها بعد ما هو يبعتها. بنفس الخيار اللي موجود عندي على الفيسبوك،
لما بعمل كومنت معين على الفيسبوك في لي خيار اني اعدل على هذا الكومنت، هذا نفس الخيار الموجود على المسجات. تمام. غير الممبر بيرميشن عندي الجست بيرميشن، طبعا هذا الاوبشن مطفي اذا كان في هاي الجست، اذا كان في عندي مشاركات من خارج الجامعه نقدر نفتح الجست، اذا مثلا في عندي دكاتره مشاركين من خارج الجامعه حابين يكونوا داخل فريق معين او داخل تيم معين، من هون هذا الخيار منفتح. طبعا هذا الاوبشن مغلق على مستوى الجامعه كامله. اذا حبت الجامعه من خلال مركز التعلم الالكتروني من خلال الدكتور محمد الصمادي بنقدر نفتح هذا الخيار حتى تتيحوا مشاركات من خارج الجامعه. الخيار اللي بعده المنشن اللي هو الات اللي احنا بنستخدمه عاده بالفيسبوك مثلا، من هون بقدر انا من هون بقدر انا افعل خيار المنشن او اشيله للطلاب حتى ما يعملوا منشن لبعض او يعملوا منشن لدكتور الماده مثلا. من هون انا بقدر اشيل هذا الخيار. التيم كود، شفنا التيم كود كيف انا بقدر اعمل كود لهذا التيم وابعته لطلابي، وبرضه من خلال نفس الاعدادات بقدر اعمل ريموف لهذا الكود او اعمل ريست، اغير مثلا هذا الكود، بدي كود يظل موجود بس ما بدي الكود القديم يظل فعال، ممكن اعمل ريست لهذا الكود مباشره بتغير هذا الكود، او بعمل ريموف اذا انا ما بدي حدا ينضم لهذا التيم نهائيا. في طريقة تكبر شاشتك شوي باشمهندس؟ ان شاء الله انها تكون الشاشة اوضح للجميع. هيك الفن ستاف اللي هي الشغلات على مستوى الشات، هلا راح نشوف الشات مع بعض. من هون بقدر الغي الشغلات اللي هي الستيكرز الايموجيز، اذا ما بدي مثلا داخل الغرفة الصفية بالمحادثات مثلا تستخدم للتشات العادي، او بدي مثلا التشات يكون بروفيشنال ما بدي شغلات ان بروفيشنال، من هون بقدر اطفي هاي الاوبشنز الجوفيز والستيكرز والكاستم ميمز. من هون انا اذا بشيل الخيار معناته عطلته على الممبرز داخل هذا التيم الفن ستاف. تمام. اذا مربع السيتنج او خيار السيتنجز الاعدادات هي من خلالها انا بدير الغرفه الصفيه كغرفه صفيه وليس المحاضره الغرفه الصفيه، بنفس مبدا لما بعمل انا واتساب جروب وبضيف ممبرز على هاي الجروب بكون انا الاونر لهاي الجروب وعندي كامل الصلاحيات اطلع حدا اضيف حدا امحي مسج لحدا امنع الشات مثلا، نفس الخيارات عندي موجوده على مستوى التيم مباشره. تمام. طيب راح نروح ل خيار للشانلز. طبعا لما بعمل انا كرييت للتيم او الفريق مباشره باي ديفولت بنعمل كرييت لشانل اللي هي جنرال شانل، بتكون ظاهره للجميع جميع الممبرز اللي موجودين عندي داخل التيم. الي الخيار انا كاونر على هذا التيم اقدر اضيف شانلز ثانيه، وممكن اعمل برايفت شانلز يعني زي سب جروب داخل الجروب انا سويتها. مثلا بالكمبيوتر ساينس بدي اضيف شانل خاصه للطلاب المميزين حتى اشاركهم بماتيريالز تختلف عن الماتيريالز اللي انا بشاركها مع الطلاب في الجنرال. من هون بقدر اروح على اد شانل. من خلال اول خطوه طبعا لازم اسمي هاي الشانل برضه مربع خيار ديسكريبشن، هو برضه خيار اوبشنال اذا بدك تترك وصف لهاي الشانل. طبعا الديسكريبشن بتشوفه انت وليس الممبرز مش الطلاب. ومن هون البرايفسي تبعت هاي الشانل، يا بتركها ستاندرد وهي بتكون مشابهه للجنرال او بعملها برايفت حتى ادخل عليها طلاب معينين ما بدي باقي الطلاب اللي موجودين بالغرفه الصفيه يشوفوها. طبعا الخطوه التاليه لاني حطيتها برايفت مباشره لازم اختار مين الطالب اللي انا بدي اضيفه او مين الطلاب اللي انا بدي اضيفهم على هاي الشانل. طبعا الكود لا ينطبق على البرايفت شانل، يعني ما بقدر اعمل كود لبرايفت شانل وابعتها للطلاب، لازم اضيف الطلاب 1 باي 1. وطبعا الطلاب اللي انا ببحث عنهم لازم يكونوا من ضمن التيم نفسه، الطلاب اللي انا بدي اضيفهم. بختار الطالب او تيتشر، اذا كان برضه بدي اضيف تيتشر كو تيتشر معي بالمادة بدي أضيفه على هاي الشانل، بقدر أضيفه بمربع التيتشر وبصير عنده
كامل الصلاحيات اللي موجود عندي انا كاونر لهاي التشانل، خلصت خطوات الاضافه على طول بكبس على دان، تظهر عندي هاي التشانل بهاي الطريقه، وزي ما احنا شايفين عليها قفل، يعني هاي التشانل برايفت ما بتظهر للممبرز الموجودين بالتشانل، بس فقط للطلاب اللي انا ضفتهم على هاي التشانل. اذا مره ثانيه من وين انا ضفت هاي التشانل، احنا كنا بالمانج تيم، رحنا على الثلاث نقاط المانج تيم، طبعا برضو من خلال الثلاث نقاط شايفين في عندنا خيار الاد تشانل، بقدر مباشره اعمل اد تشانل من الثلاث نقاط، او اعمل اد ممبر برضو من الثلاث نقاط مباشره. احنا كنا بالتشانل هون، وهون هاي الصفحه لاداره التشانلز اللي موجوده عندك. من هون طبعا اذا بشيل هذا الخيار بتبطل ظاهره هاي التشانل، بتصير هيدن من عندي مش من عند الطلاب، ومن هون بقدر اظهر هاي التشانل. الثلاث نقاط المقابل للشانل برضو تمثل اعدادات على مستوى للشانل، بقدر اشوف الشانل نوتيفيكيشن، النوتيفيكيشن اللي اجت على هاي الشانل، وبقدر اعمل مانج لهاي الشانل. بفوت على هاي الشانل، في عندي سيتنجز على مستوى هاي الشانل اللي هي نفس مبدا السيتنجز اللي على مستوى التيم كامل، عندي سيتنجز على مستوى للشانل نفسها. من وين جبت انا هاي الشاشه؟ احنا كنا بالمانج تيم على الشانلز، رحت انا على السبيشال ستودنت وبدي اعمل مانج لهاي التشانل، رحت على الثلاث نقاط وعلى خيار مانج تشانل، مباشره دخلني على السيتنجز تبعت التشانل، فرجاني مين الممبرز الموجودين عندي داخل هاي التشانل. من مباشره بقدر اشيل هذا الممبر اذا ما بدي اياه، وبقدر تو بروموت الممبر هاد لاونر مثلا، اذا هذا الطالب بدي اياه يساعدني بعمليه اداره الغرفه الصفيه هاي او التشانل هاي، بقدر اعمل له بروموت لاونر. وبرضه في عندي خيار سيتنجز على مستوى التشانل نفسها اللي هي نفس الممبر بيرميشن، بدي اياهم يعملوا اديت للمسج او ديليت، ما بدي اياهم يستخدموا المنشن مثلا، ما بدي اياهم يستخدموا الفن ستاف. هاي على مستوى هاي الاعدادات على مستوى تشانل. راح ارجع على المانج تيم وراح اشوف خيار الممبر. حكينا احنا البندنج ريكويست اللي هي الطلبات اللي بتجيني من الطلاب للانضمام الى هاي الماده من خلال الكود، هون بتجيني كامل الطلبات اما بوافق عليها او ما بوافق عليها من خلال هاي الشاشه. بشاشه الممبرز بشوف انا كامل الممبرز او كل الطلاب اللي موجودين عندي داخل التيم، وشوف في عندي خيارات على مستوى الشاشه هاي، زي ما احنا شايفين هون في عندي اد ممبر، بقدر اضيف ممبر مباشره اللي هي نفس عمليه اضافه الطلاب اللي شفناها اول ما عملنا كرييت للتيم. وبرضه بنفس هاي الشاشه في عندي خيار تاج، طبعا هذا التاج بشوفه فقط الدكتور، بقدر احط تاج معين على طالب معين، ممكن التاج هذا يكون علامه مميزه لهذا الطالب مثلا، حتى كل ما تجيني نوتيفيكيشن منه اتذكره مثلا، او اكون عارف انه هذا الطالب المميز. في عندي خيار ميوت، اذا بعمل ميوت للستودنت ببطل قادر يعمل تشات على سكشن البوست، على سكشن البوست عفوا، وببطل اشوف منه نوتيفيكيشن. يعني نفترض انا منزل التطبيق عندي على التليفون وفي عندي طالب جدا مزعج بضله كثير يبعث مسجات، من هون من هذا الخيار بقدر اعمل ميوت لهذا الطالب، ببطل اشوف منه نوتيفيكيشن وبطل قادر يعمل شات على قسم البوست، على السكشن البوست. تمام، برضه من نفس الشاشه بقدر بنفس الطريقة أعمل بروموت لأي ممبر أحطه كأونر، إذا بحطه أونر مباشرة بصير فوق زي ما إحنا شايفين بقسم الأونر، وبرضه من الأونر بقدر أنزله كممبر مباشرة، برجع كممبر عندي داخل الممبرز. والإكس إذا أنا بدي أشيل هذا الطالب من التيم ما بدي إياه، بدي أعمل ريموف، مباشرة على الإكس بعمل ريموف لهذا الطالب، بطلع من هذا التيم. اذا هاي خيارات الاعدادات اللي موجوده عندي على مستوى التيم، شفنا الممبرز، شفنا البندنج ريكويست، شفنا التشانلز كيف بقدر اعمل اكثر من تشانل داخل التيم نفسه، وشفنا خيار السيتنجز على مستوى التيم كامل كيف بقدر اعمل مانج للبيرميشن، ممبر بيرميشن، كيف بقدر اغير الايكون لهذا التيم. الاناليتكس هي عباره عن شويه ستاتستكس على مستوى التيم نفسه، قديش عدد المشاركات داخل التيم، قديش عدد البوست، كم ميتنج انعمل داخل هذا التيم، مين الاكتف يوزرز عندي، يعني مين اكثر طلاب مشاركين عندي داخل الغرفه الصفيه.
زي سمول اناليتكس على مستوى التيم نفسه، حتى تضل انت بصوره الانجيجمنت عندك داخل التيم نفسه. خيار الابس راح نشوفه مع بعض من داخل الغرفه الصفيه، كيف انا بقدر اضيف ثيرد بارتي ابلكيشن على مستوى التيم نفسه. هلا هذا الخيار راح نشوفه داخل الغرفه الصفيه داخل التيم. تمام. طيب حد عنده اي سؤال اسامه عندك على مستوى المانجمنت للتيم؟ في اي سؤال على مستوى المانجمنت للتيم اسامه؟ لحد الان لا. ممتاز، جميل جدا. طيب اذا راح انتقل داخل دقيقه. هلا السيتنج اللي احنا عملناه بالاول بيظل موجود على طول؟ الطلاب بيظلوا موجودين؟ اكيد عند الاعدادات على مستوى التيم، اي اعداد انا بغيره فهو بيظل موجود على طول. نفترض مثلا انا ما بدي اياهم يعدلوا على المسجات ولا بدي اياهم يمحوا مسجاتهم، مباشره هذا الخيار بيظل على طول غير فعال عند الطلاب الا اذا انت اجيت وفعلته. مهندس عمر، نعم. بالنسبه لموضوع الجست، راح يكون مفتوح لجست ولا لا؟ يعني اللي بيقدر يجاوب على هذا السؤال هو الدكتور محمد اسمادي، اذا بتجاوب دكتور. هل موضوع الجست راح يكون اوبن على مستوى الجامعه ولا راح يكون مغلق؟ يعني والله خليني يعطيك العافيه دكتور محمد، اسمح لي بس، احنا عندنا خالد خير الله بحكي من الصحه العامه، انا عندي عضو هيئه التدريس تم تعيينه في بدايه الفصل واعطيناه كورسز، بس اسمه ملهوش لا لوجن نيم ولا باسورد ولا ايميل على جاست، فهو كيف ممكن نضيفه على واحده من الكورسات بحيث يكون هو الانستراكتور وبس؟ ما له يعني لحد الان ما له كريدنشلز بجاست دوت اي جي دوت جو. يعني راح الصدى. طيب يعني موضوع البوليسي والبيرميشنز كلها راح تترتب من مركز التعلم الإلكتروني مع شركة نيكست على مستوى الجامعة. كل شخص أو كل كلية ترغب بتغيير الإعدادات بإمكانها التواصل مع مركز التعلم الإلكتروني، وإحنا بناء على الريكوست بنعدل الإعدادات للأشخاص اللي عندهم طلب خاص، زي مثلا الطلب اللي وردنا الان من الدكتور. الجست يوزرز ممكن اضافتهم مانيولي، يصحح لي المهندس عمر اذا انا يعني اذا هذا الامكانيه مش موجوده. كمان البيرميشنز اللي عرضهم المهندس عمر، احنا راح نعملهم بوليسي على مستوى الجامعة، يعني كل حدا بدخل على التيمز، كل حدا بيستخدم التيمز راح يكون في عنده set of permissions predefined. الآن راح نشوف وشفنا كيف المهندس عمر عدل على البيرميشنز. يعني إذا أنت دخلت وشفت إنه البيرميشنز شديد شوي أو مش ملائم لطلبة الدراسات العليا أو ما بتعمل including للجيستس أو whatever، أنت ممكن تعدل على هاي البيرميشن من خلال السيتينجز اللي عرضهم المهندس عمر قبل قليل. تمام، شكرا دكتور محمد. أكيد يعني إجابة لكلامك الكامل، الأوبشنز والخيارات متاحة ومفتوحة سواء الجست او الممبر بيرميشن، وكاملها برضو بتكون معدله ببري ديفايند بوليسي، ويمكن تعديل هاي البوليسي باي وقت على حسب الطلب. ممتاز. اذا ما في اسئله خلينا نكمل داخل الغرفه الصفيه او داخل التيم. شو في عندي خيارات داخل التيم مباشره؟ زي ما احنا شفنا سكشن البوست، من خلال سكشن البوست يا ريت اذا انس برضو بتعمل مشاركات معي، من خلال سكشن البوست بقدر اتواصل مع طلابي مباشرة. بقدر برضو من خلال نفس السكشن الطالب بيقدر يبعث لي اتاتشمنت لصورة معينة، اذا هو مثلا بيستخدم التطبيق على تليفونه عنده سؤال معين على مادة معينة ممكن يصور هاي المادة ويبعثها مباشرة على البوست. طبعا الشات هذا على مستوى الغرفة الصفية كاملة، يعني كل الممبرز بيشوفوا هذا الشات بنفس الطريقة بنفس مبدأ الواتساب جروب او الفيسبوك بيج. برضو شفنا خيارات اللي هي موجودة عندي على الفيسبوك أو على الواتساب،
وشفنا كيف انا هاي الخيارات بقدر امنعها على الطالب او اخلي له اياها، وبرضه الصور الايموجيز كامل الخيارات موجوده عندي متاحه هون مباشره. تمام، بسكشن البوست. السكشن الثاني اللي هو الفايلز، من خلال سكشن الفايلز بقدر انا ارفع ماتيريالز معينه للماده اللي انا بدرسها مباشره. اذا رحت على ابلود وبعمل فايلز، بضغط فايلز، بختار فايل او فولدر، بقدر اعمل ابلود لفايل او ابلود لفولدر مباشره. مباشره بيفتح لي الملفات الموجوده عندي او الفايلز الموجوده عندي على مستوى الجهاز نفسه، او اذا كانت على الون درايف زي ما احنا ملاحظين انا منزل الون درايف عندي على الجهاز وحاط الملفات فيه كامله، بقدر مباشره من خلال الون درايف ارفع الريسورسز اللي انا بدي اياها مباشره على التيم، حتى تضلها كمرجعيه للطلاب بشكل مباشر. والفايلز اللي برفعها هون بتضلها موجوده على التيم مباشره. وطبعا المساحه التخزينيه لكل تيم هي 10 جيجا، وممكن تنزاد من خلال قسم التعلم الالكتروني. طبعا هاي المساحه غير مرتبطه بمساحه الون درايف الخاص فيك، هاي المساحه مرتبطه بالتيم نفسه، كل تيم فيه سكشن فايلز وله ملفاته الخاصه. يعني كل تيم انا موجود عندي مثلا تيست كلاس، هذا تيم عباره عن تيم موجود عندي وفي عندي عليه سكشن فايلز خاصه فيه، ملفات خاصه فيه مرفوعه، بيقدر الطالب باي لحظه يدخل ويعمل داونلود لاي ملف بده اياه. بدي مثلا هذا الملف اعمل له داونلود، يضل موجود عندي، بختار الملف وبروح على داونلود، هاي موجود عندي داونلود، بقدر اعمل داونلود لهذا الملف. طبعا خيار الديليت مش مفتوح للطلاب، الطالب بس بيقدر يعمل داونلود. ممكن مثلا برضه الملف اخذ كوبي لللينك او الرابط تبعه، باخذه كوبي وممكن ابعته للطلاب مثلا بدي اياهم يشوفوا هذا الملف، ممكن اخذ اللينك تبع هذا الملف كوبي واروح على سكشن البوست واعمل بيست لهذا الرابط اللي انا جبته واودي للطلاب، يكون زي شورت كات يقدروا اذا بكبسوا عليه مباشره بفتح لهم الملف اللي انا بدي اياهم يشوفوه. يعني هذا ممكن، عفوا، هذا ممكن يكون مثلا فايل، ممكن يكون فيديو بدي ابعث له اياه. نعم صحيح يا دكتور، ممكن انا ارفع اي نوع ملف بدي اياه، سواء بي دي اف، باوربوينت برزنتيشن، وورد، اي نوع ملف بدي اياه بقدر احطه مباشره هون. مباشره هذا الملف بيضل ظاهر عند الطلاب. من وين رفعت الملفات؟ من عند الابلود، رحت على ابلود فايلز، اخترت فايلز، مباشرة بفتح لي شاشة الفايلز الموجودة عندي على الجهاز مباشرة. بختار الملف اللي أنا بدي أرفعه. I can upload anything, even a video. فيديو عندي مسجل مثلاً، بقدر أحط لهم إياه as supplement، صح؟ Yes, sure, دكتور. أي نوع ماتيريال معينة أنت حابب توديها لطلابك وتضلها هاي الماتيريال available للطلاب على مدى الفصل الدراسي كامل، هاي الماتيريال برفعها على التيم مباشرة بتضلها موجودة كمرجعية للطالب. أوكي. ومن نفس المكان، من نفس قسم الفايلز او الملفات، بقدر اعمل النيو، وراح نشوف مع بعض كيف مايكروسوفت نجحت بانها تشغل كامل برامج الاوفيس داخل منصه التيمز مباشره. هاي مثلا رحت انا على نيو وورد، بدي اسمي الملف مثلا وبعمل كرييت مباشره وانا جوا المنصه بدون ما يكون نازل برنامج الوورد عندي على الجهاز، ولا يفتح لي برنامج الوورد على متصفح ثاني، من جوا المنصة فتح لي ملف الوورد. وطبعا زي ما حكينا مباشرة هذا الملف بنعمل له auto saving مباشرة، مش بحاجة انا اعمل saving. من الخصائص الحلوة الموجودة برضه في collaboration على مستوى الملف نفسه، يعني الطلاب اللي موجودين عندي داخل التيم، يا ريت يا انس او اسامة تعمل مشاركات حتى نفرجي الزملاء الدكاترة كيف الطلاب، وأنا بشرح مثلا على ملف معين، لنفترض أنا فاتح ملف فيه داتا معينة وبشرح مثلا على جملة معينة، بيقدر الطالب مباشرة يبعث لي استفسار معين من خلال قسم الكونفرزيشن. إذا في مجال أسامة أو أنس تبعتوا مشاركات خلال اليوزرز، التست يوزرز. طبعا ما ينطبق على الوورد ينطبق على الإكسل وعلى الباوربوينت، أي دوكيمنت أنا بدي أعمل عليه كولابوريشن. إحنا مش بداخل حصة أونلاين،
احنا فقط بنعمل كولابوريشن، يعني انت كدكتور فاتح ملف معين مش طالع اونلاين، فاتح ملف وقلت لطلابك افتحوا الملف اللي انا فاتح عليه وبلشوا اعطوني استفساراتكم مثلا على هذا الملف، مباشره بيقدروا يعملوا استفسارات على الملف مباشره زي ما احنا شفنا هون. اسامه فتح الملف من عنده برضه وبعث لي استفسار معين، هاي هون اسامه has opened the document. ابعت اي شيء من خلال الكونفرسيشن اسامه. طبعا هي زي كونفرسيشن زي تشات معينه، بيقدر اسامه زي ما احنا شايفين بيقدر يكتب مباشر على الدوكيمنت او يبعث تشات. اذا بتفتح كونفرسيشن اسامه وابعت على التشات، هو تشات على مستوى الملف نفسه، كولابوريشن على مستوى الملف نفسه، تمام. وبرضه جوا الملف بقدر استخدم خصائص كثيره، مثلا خاصيه الديكتيتنج. اذا بشغل الديكتيتنج ببلش على طول مباشره. طبعا اللغه العربيه مش موجوده، يعني if I'm talking in English it will write the exact word new line بهذه الطريقه. هاي خاصيه حلوه، اذا انا مثلا الماده تبعتي بشرحها باللغه الانجليزيه مباشره ببلش الديكتيتنج يكتب اللي انا بحكيه مباشره. هاي خاصيه حلوه موجوده طبعا على الوورد وعلى الاكسل وعلى الباوربوينت من خلال استخدام الاوفيس 365، تمام. اذا شفنا كيف انا بقدر فعليا اعمل كولابوريتنج دايركتلي على اي دوكيومنت او اي نوع ملف داخل منصه المايكروسوفت تيمز، ومباشره لو عملت كلوز مباشره هذا الملف بنعمل له اوتو سيفنج، ومباشره بتخزن على المكان اللي انا فتحته فيه اللي هو على مستوى التيم، هاي الفيسبوك مباشره بنعمل له سيفنج وبضل محفوظ مباشره داخل السكشن الفايل على مستوى الماده نفسها. طيب نرجع شفنا احنا سكشن الفايل. طبعا برضو بدي اعطيكم كمان خاصيه حلوه، اذا انا عندي ملفات مثلا موجوده على جوجل درايف مثلا او دروب بوكس، بقدر هاي الملفات اجيبها مباشره على هذا التيم. اذا بكبس على جوجل درايف بعمل ساين ان بالاكونت تبعي، لازم اكون داخل انا بالاكونت تبعي، ومباشره بجيب لي الملفات تبعت الاكونت الموجوده عندي حتى احملها على التيم كنسخه على التيم مباشره. هيك مايكروسوفت سهلت عملية الانتقال من استخدام تطبيقات أخرى لاستخدام التيم مباشرة، وسهلت لك عملية إحضار الماتيريالز تبعتك من ثيرد بارتي أبليكيشنز زي جوجل درايف مثلا أو دروب بوكس وتجيبهم مباشرة على التيم. طبعا برضو إذا كانت الملفات عندي على ون درايف ممكن من خلال إذا بروح على الثلاث نقاط هون وبفتح قسم الفايلز، في عندي خيار الون درايف اللي هو الون درايف الخاص بالاكاونت تبعي، مباشره الملفات هاي بقدر اي ملف من الون درايف بقدر اخذه كوبي لللينك مثلا، او بقدر اعمل له موف مثلا، بدي اعمل له موف او اخذه كوبي مثلا زي هيك وودي لي اياه مثلا على واحد من التيمز تبعوني، مثلا بدي اوديه على التست كلاس على الجنرال وبقول له كوبي، يودي لي نسخه من هذا الملف على التيم اللي انا موجود عندي مباشره، تمام. اذا شفنا كيف من خلال قسم الملفات سكشن الملفات بقدر اعمل نيو دوكيمنت مباشره او نيو فولدر، بقدر اعمل ابلود لفايل او فولدر من الجهاز موجود عندي، بقدر اخذ كوبي لا بقدر اعمل كوبي للينك معين، طبعا هذا اللينك اللي هو لقسم الملفات كامل، اذا باخذ كوبي وبعمل له شير بقدر اعمل داونلود لاي ملف مباشره، اي ملف بدي اعمل له داونلود بقدر اعمل له داونلود مباشره. طبعا هون عمل لي داونلود لكامل الملفات اللي انا اخترتها، وبقدر اجيب الملفات من اي ثيرد بارتي ابلكيشن انا بستخدمها. في اي سؤال عندك اسامه على قسم الفايلز؟ في الميجا زي الدروب بوكس او الجوجل درايف بقدر اخذ منهم الفايلات واحطهم هون؟ تمام. طبعا البرامج المتاحه عندي ك ثيرد بارتي ابلكيشن هي البرامج اللي شايفينها احنا هون.
اذا مش موجود البرنامج اللي انا بستخدمه معناته انا بدي اعمل بدي اكون فاتح البرنامج عندي على الجهاز واعمل دراج دروب. خليني افرجيكم مدى سهولة تحميل الملفات من خلال دراج دروب. راح ارد اعمل شير للديسكتوب كامل. تمام، راح افتح فولدرز عندي موجودة، راح اعمل مينيمايز لهي الشاشة، اصغرها بهذه الطريقة، وبدي مثلا ملف معين ارفعه او مجموعة ملفات معينة ارفعها مباشرة. هاي الملفات دراج دروب بهذه الطريقة مباشرة بنعمل تحميل على السكشن الفايلز مباشرة. طريقة سهلة وسلسة، دراج دروب على طول مباشرة، بقدر اعمل اخزن او انقل الملفات اللي انا بدي اياها من اي سيرت غير موجودين متاحين من خلال التيم بعملية الدراج دروب مباشرة. مرة اخرى للدراج دروب، فتحت انا الفايلز اللي موجودة عندي ومسكت الملف اللي انا بدي احمله، ضغطت على الماوس، خليت ضليت كابس على الماوس، حملت الملف وحطيته هون، شلت ايدي عن الماوس، على طول الملف بنعمل له ابلودنج داخل القسم الفايلز اللي انا بدي اودي عليه. تمام، طيب راح ارد اشغل الشير على مستوى الشاشه. في اي سؤال اخر اسامه عندك على قسم الفايلز؟ لا تمام، استمر. طيب خلينا نشوف مع بعض الكلاس نوت بوك، الخصائص الحلوه اللي موجوده عندي على الكلاس نوت بوك. راح افتح الكلاس نوت بوك من التيم اللي احنا سويناه حتى افرجيكم كيف يتم اعداد الكلاس نوت بوك. الكلاس بوك هو برنامج اسمه ون نوت، احد برامج الاوفيس 365، احد برامج الاوفيس اللي موجوده عندي هون. لو جيت انا على البورتال الرئيسي اظهرت كامل الابلكيشن. في عندي برنامج اسمه ون نوت، هذا البرنامج جابته مايكروسوفت وتم توظيفه ل على مستوى الكلاس نوت بوك. هو نفس مبدا الديجيتال نوت بوك، نفس دفتر الملاحظات العادي اللي انا بكتب عليه ملاحظاتي، ولكن عباره عن ديجيتال نوت بوك، لانه دفتر الملاحظات العادي بعمليه التعلم الالكتروني الدفتر ما راح دائما يفيدني، ممكن انساه كدكتور، ممكن مثلا الدفتر يوقع عليه قهوه شاي تروح المعلومات اللي موجوده فيه. الديجيتال نوت بوك هو عباره عن نوت بوك مرتبط بالكلاس، تقدر من خلاله انت توظفه بكثير امور. هسه راح نشوفها كيف. طبعا في اول مره لما بتعمل كرييت للتيم او لما بتدخل على المساق تبعك راح تلاحظ انه الكلاس نوت بوك بهاي الطريقه، بدك تعمل له اعداد. انت عباره عن خطوتين سهلات راح نشوفهم مع بعض. راح اضغط على سيت اب ون نوت اللي هو الكلاس نوت بوك واختار بلانك نوت بوك. راح تظهر لي هاي الشاشه التعريفيه اللي هي بتشرح لي عن الكلاس نوت بوك، عن الاقسام اللي موجوده بالكلاس نوت بوك. في عندي الكولابوريشن سبيس اللي هو التيتشر كان اديت ذا كونتنت والستودنت كان اديت، بيقدروا الاثنين يكتبوا على هاي الكونتنت. وفي عندي الكونتنت لايبراري اللي هو التيتشر كان اديت، الستودنت كان اونلي فيو، يعني ماتيريال انا بدي احطها للطالب للعرض فقط، ما بدي يكتب عليها، بحط له اياها بالكونتنت لايبراري. التيتشر اونلي سكشن اللي هو القسم الخاص بالدكتور وهو بيجمع فيه المواد او الماتيريال تبعته اللي ما بده طلابه يشوفوها، راح يحطها بالتيتشرز اونلي. والستودنت نوت بوك اللي هو دفتر ملاحظات الطالب، انت كدكتور تقدر تحط مباشره ملاحظات لهذا الطالب، تبعث له اساينمنت معينه، تبعث له اوراق عمل معينه مباشره على دفتر النوت بوك تبعه. هلا راح نشوفه مع بعض. راح اروح على الخطوه التاليه، مباشره بعطيني اسماء السكشنز الديفولت اللي راح تظهر للطالب. بقدر اضيف سكشنز قد ما بدي، وبقدر الغي، وبقدر اخليهم مثلا على الديفولت اللي موجود عندي امامنا. اذا الخطوه التاليه كانت اللي هي اضافه الاقسام. طبعا بسمي لي الكلاس نوت بوك باسم الكلاس نفسه، كمبيوتر سي اس نوت بوك زي ما انا مسمي الاسم التيم. خلصت الاقسام اللي انا بدي اضيفها، راح اعمل كرييت. مباشره ببلش يعمل كرييت لا نوت بوك لكل ممبر موجود عندي داخل التيم. كل ممبر بصير بظهر له الاقسام الرئيسيه اللي احنا شفناها بصفحه الاعدادات، اللي هي الهاند نوتس، الكويز، الكلاس نوتس مثلا. وبصير يعطيني لكل طالب كلاس نوت بوك خاص فيه زائد
الشغلات الأساسية اللي هي collaboration space أو content library أو teacher only section. هلا راح نشوفها مع بعض. طبعا الكلاس نوت بوك بيشتغل على انجن المايكروسوفت وورد وفيه كامل الفيتشرز الموجودة بالمايكروسوفت وورد. يمكن توظيفه بكثير أمور. إذا بفتح السهم زي ما احنا شايفين هون، زي ما انتم شايفين كامل الممبرز اللي موجودين عندي كل واحد فيهم على طول عمل له كلاس نوت بوك وطلع له السكشنز الاساسيه اللي كانت موجوده بالاعداد. بدي اوجه مثلا هوم وورك معين لطالب من الطلاب، مباشره بقدر اروح على قسم واكتب له مثلا بهاي الطريقه هوم وورك 1، عبارة عن صفحة وورد عادية بقدر أكتب فيها ما يناسبني. تمام. وطبعا لو أنا بستخدم مثلا تاب التاب أو التابلت وعندي البن تبعت التابلت، بقدر أرسم الملاحظات أو أكتب الملاحظات باستخدام القلم بهاي الطريقة. مثلا بدي أرسم شكل هندسي أو شيء معين حتى أوصل فكرة معينة، بقدر مباشرة. يعني ممكن مثلا أنا داخل المحاضرة زي ما أنتم بنفس الطريقة داخل هاي المحاضرة، أعمل شيرينج للديسكتوب أو شيرينج للسكرين تبعتي وأفتح على الكلاس نوت بوك. إذا بدي أكتب ملاحظات خاصة بالمادة وبدي الملاحظات هاي تظلها محفوظة على مستوى المادة هاي، رحت على الكلاس نوت بوك، عملت شيرينج طبعا للشاشة تبعتي وفتحت الكلاس نوت بوك. وممكن أفتح الكولابوريشن سبيس، ما بدي على مستوى طالب معين، راح أفتح الكولابوريشن سبيس وراح اختار مثلا يوزنج الكولابوريشن سبيس. هون بهاي المساحه بقدر افتح صفحه جديده مثلا بيز بهاي الطريقه، وبقدر اعنون هاي الصفحه، بقدر ابلش اكتب الشيء اللي انا بدي اياه مباشره والطلاب بشوفوه مباشره. وبرضه الطلاب اذا بدي اياهم يشاركوا معي على الكولابوريشن سبيس هذا، ممكن اعتبره كوايت بورد. ممكن الطالب اذا بيستخدم برضه بن بيقدر يكتب مباشره او يرسم شكل هندسي مباشره. برضه من خلال نفس الكلاس نوت بوك بقدر اجيب ماتيريالز ثانيه، يعني مثلا بقدر اعمل انسيرت لملف، بدي الملف يضل موجود مع هاي الصفحه، بقدر انزل ملف كاتاتشمنت. اذا رحت على تشويس فايل واخترت الملف اللي انا بدي اياه بعمل اوبن وانسيرت، بصير هذا عبارة عن ملف مرفق مع هاي الصفحة داخل الكلاس نوت بوك. هاي من الفيتشرز الحلوة اللي يمكن توظيفها على مستوى الكلاس نوت بوك، يعني عبارة عن دفتر ملاحظات يجمع ماتيريالز المادة، ممكن استخدامه لعملية الشرح، ممكن مثلا اعمل تسجيل صوت معين اذا مثلا بدي اشرح على مادة معينة. نفترض مثلا خلينا نروح على هاي الصفحة الجاهزة ومثلا بدي اشرح على هاي الفقرة، ممكن مثلا اوقف هون واكبس على اوديو، مباشرة الاوديو ببلش يعمل ريكوردينج ل الشيء اللي انا بحكيه. ممكن تكون ملاحظات معينة هاي الفقرة، بخلص ريكوردينج ستوب بيصير هذا الريكوردينج اتاتش على هاي الصفحة داخل الكلاس نوت بوك كمرجع للطالب بأي وقت بيقدر يرجع على هذا الريكوردينج ويشغله ويسمعه مباشرة. طبعا مثل ما حكينا كل ما كان الانترنت أسرع كل ما كان الشغل أفضل وأسرع على داخل منصة المايكروسوفت تيمز. من الدكاترة دبس المواد اللي فيها حالات رياضية، إذا رحت أنا على دروب، إذا هون كتبت مثلا معادلة معينة راح اكتب معادله بسيطه بس حتى اوصل الفكره. اذا ضللت هاي المعادله رحت على درو ورحت على ماس، راح يشتغل انجن اي اي انجن ارتفيشال انتليجنت، بتعرف على المعادله اللي انا حطيتها بهاي الطريقه، بتعرف على المعادله بهاي الطريقه، وراح نشوف كيف راح يظهر لي الاعدادات لخطوات الحل كيف حل هاي المعادله. إن شاء الله الإنترنت يسعفنا. طيب راح أفتح مرة ثانية ماث، ممتاز، أعطاني الخيارات التالية اللي هي evaluate، أعطيني الفاكتور، الراوند، الفلور،
راح نكبس evaluate على طول أظهر لي كيف أظهر لي النتيجة تبعت هاي المعادلة، بقدر أشوف طلع لي كيف حليت هاي المعادلة، أعطيني خطوات الحل لهاي المعادلة مباشرة، بعطيني خطوات الحل هاي حلها مثلاً بأربع خمس خطوات مباشرة أظهر لي إياها، وأعطيني practice quiz عليها مباشرة وحط لي إياه بالكلاس نوتبوك. إذا ضغطت على generate a practice quiz مباشرة بظهر لي هاي الشاشة اللي أختار فيها قديش كم سؤال بدي يعمل لي الكويز هاد، مثلاً ثلاث أسئلة حط لي إياها مثلاً ست أسئلة وجنريت كويز مباشرة بيشتغل الانجن تبع المايكروسوفت فورمز وبيعمل لي كويز فورم بهاي الطريقة اللي احنا شايفينها. هاي من الشغلات الحلوة والفيتشرز الحلوة موجودة على مستوى الكلاس نوتبوك. سويت بثلاث خطوات، سويت براكتس كويز من معادلة صغيرة كتبتها انا داخل الكلاس نوتبوك، وهذا الفورم صار موجود داخل الكلاس نوتبوك. مثلا هاي الصفحة بدي اياها تروح كواجب لكل الطلاب مثلا او لطلاب معينين، راح اروح على هاي الصفحة رايت كليك وراح اروح اعمل موف او كوبي واختار النوتبوك اللي انا بدي اياه، او ممكن احطه مثلا بالكونتنت لايبراري حتى يشوفوه الطلاب، او اتوجه مباشرة لعند اسم الطالب مثلا بدي اودي لانس هوم وورك، بختار هوم وورك وبعمل كوبي، بتروح نسخة من هذا الفورم على طول على قسم الهوم وورك عند الطالب انس بهاي الطريقة. هاي من الفيتشرز الحلوة اللي حبيت اسلط الضوء عليها لكم اليوم حتى افرجيكم قديش الكلاس نوت بوك مهم ويمكن توظيفه بكثير امور على مستوى المحاضرة تبعتك او على مستوى الغرفة الصفية. طيب شفنا اذا كيف انا بعمل اعدادات لكلاس نوت بوك، شفت انا كيف بقدر اشوف الكلاس نوت بوكس تبعت الطلاب اللي عندي موجودين، شفنا كيف بقدر افتح صفحة جديدة داخل اي سكشن انا بدي اياه سواء عندي الكونتنت لايبراري حتى يشوفوه الطلاب بس ما يقدروا يعدلوا عليه، بحطه داخل الكونتنت لايبراري، او بدي اجهز ماتيريال الي للعرض لاحقا لطلابي بحطها داخل التيتشرز اونلي. وشفنا شو في عندي خصائص على مستوى الكلاس نوت بوك، شو في عندي فيتشرز كاملة على مستوى الكلاس نوت بوك، كيف بقدر استخدم الدرو اذا بدي مثلا بستخدم انا البن، كيف بقدر من الدرو اوظف البن وابلش ارسم مباشرة الاشكال اللي انا بدي اياها على طول بتظهر على الكلاس نوت بوك. في اي سؤال عندك على الكلاس نوت بوك اسامة؟ هلا على الكلاس نوت بوك ما في اسئلة، بس في اسئلة على اشياء ثانية. تمام. هسه مثل اذا كان في عندي 21 شعبة مختبر لمساق واحد ولها 6 مدرسين مختلفين، انه هسه بنقدر نجمعهم كلهم بتيم واحد؟ تمام. طبعا امكانية الجمع موجودة اكيد، ولكن يعني لما يكون عندي انا تيم واحد فيه 6 مدرسين الطلاب هيك راح يتوهوا مع الست مدرسين، كونه احنا في عندنا قسم واحد للدردشة، لو كل مدرس بده يبعث ملاحظة معينة راح نلاقي انه قسم الدردشات تعبى بسرعة وبصير صعب الطالب يرجع للمعلومة اللي خاصة بأستاذ معين. اضف الى ذلك لما بدك توجه assignment او quiz على مستوى التيم كامل راح يلاحظ الطالب انه عنده كثير assignments او كثير quiz، فبفضل انه كل تيم يتبع لمدرس، يعني كل دكتور يكون له تيم الخاص فيه باسم المادة اللي هو بدرسها حتى يكون يسهل على الطالب المرجعية للمواد تبعته ويسهل عملية إدارة الكويز أو الأسايمنت على مستوى التيم نفسه. في سؤال آخر أسامة؟ تمام. السؤال الثاني بأنه موضوع الإي ليرنينج، تمام، أنه هل المايكروسوفت تيم أنه نقدر نستغنى عن الإي ليرنينج ونستخدم المايكروسوفت تيم بس، وإذا بنقدر نعمل انتجريشن ما بين مايكروسوفت تيم والإي ليرنينج كيف نقدر نعمل انتجريشن بيناتهم؟ جميل، سؤال يعني جميل جدا. يعني مهندس عمر بدي استسمحك أنا أجاوب على هذا السؤال. بدنا نفصل بين التطبيقين. الإي ليرنينج سيستم هو ليرنينج مانجمنت سيستم بيعطيك إمكانيات أكبر من المايكروسوفت تيمز. بالنسبة لموضوع الانتجريشن شغالين عليه حاليا مع شركة نيكست،
راح ان شاء الله نعمل انتجريشن للمايكروسوفت تيمز مع الاي ليرنينج سيستم بنفس الاسلوب اللي تم للزوم في الفصل الماضي. فاي حدا بده ينشئ يعني ميتنج للطلاب من خلال الاي ليرنينج ان شاء الله راح تكون هاي الخدمه متوفره. ممتاز. شكرا لما دخلتك دكتور محمد. واكمالا لمداخله الدكتور محمد الصمادي، طبعا حكينا انه منصه المايكروسوفت تيمز، مايكروسوفت اتاحت استخدام المنصه لكثير شركات حتى تجيب الابلكيشنز تبعتها وتشتغل من داخل المنصه. اذا رحت انا على الابلكيشن راح اشوف الكم الهائل من الشركات اللي عندها تطبيقات بتقدر تشغل هذا التطبيق مباشره داخل منصة المايكروسوفت تيم. مثالا على هاي التطبيقات، مثلا تطبيق الزوم، حتى نفرجيكم قديش المنصة مايكروسوفت تيم كثير ضخمة. تطبيق الزوم نفسه اللي هو يستخدم للفيديو كونفرنسينج بقدر أشغله من داخل المايكروسوفت تيم. وبرضه تطبيق المودل اللي احنا شغالين عليه مع الجامعة من خلال مركز التعلم، راح نعمل الانتجريشن إن شاء الله، وراح يصير المودل الداشبورد تبعت المودل راح يصير تشوفها كايكون موجودة من ضمن الايكونات هاي، تصير تدخل عليها تشوف الداشبورد تبعك مباشرة، تعمل الكويز مباشرة وتوجهه للطلاب من خلال داخل منصة المايكروسوفت تيمز. طيب في اي اسئلة أخرى؟ عفوا بقدر انا استعمل الزوم من داخل المايكروسوفت؟ بالتاكيد دكتور، طبعا بالتاكيد بتقدر تجيب اذا عندك اللايسنس. طبعا يعني ما مفضل احنا نستخدمه، ولكن اذا كان عندك اللايسنس تبع الزوم تقدر مباشره تضيفه كتطبيق من ضمن التطبيقات وتشتغل عليه مباشره من داخل منصه التيم. بس هاي الجامعه بتضيفه مش احنا صح؟ يعني بعد ما تضيفه الجامعه مثل ما قال لك الدكتور محمد صمادي، الجامعة لا تملك اللايسنس للزوم. واللايسنس راح يكون عبارة عن إشي شخصي، أنت إذا حبيت تفضل تستخدمه. إحنا أنا حبيت بس أفرجيك كخاصية بتقدر أنت الزوم تدخله أو تشغله من داخل منصة التيم. طبعا لا ما منفضل ذلك ولا يعني بنعمل ريكومنديشن على ذلك، ولكن أنا حبيت أفرجيكم قديش متاح لك ثيرد بارتي ابلكيشن، تطبيقات تقدر تشغلها من داخل منصه المايكروسوفت تيم. يعني هاي كوميرشال بده يكون فيها اشتراك، والا بتعطيك بس زي سامبل 30 دقيقه 40 دقيقه ماكسيمم. لا هي اذا مش لايسنس ما راح تشتغل عندك، يعني بده يكون عندك اللايسنس حتى تقدر تشغله داخل منصه التيم. بس باشمهندس عمر، يعني قبل ما نفوت هاي بس سؤال واحد بدي أسألك إياه، كيف بقدر أبعث مسج أو إيميل لكل الطلاب؟ مسج للكل أو إيميل للكل؟ ممتاز، سؤال جميل جدا جدا. طبعا إذا أنا حبيت عندي مثلا أكثر من تيم، في عندي أنا خاصية المنشن، يعني بقدر أنا إذا كبست آت كمبيوتر فرجيني اياها بالله، مش قاعدة عندنا بتطلع على الشاشة، من اي ايكون باخذها؟ حلو، انا رحت على قسم البوست اللي هو بالجنرال، رحت على البوست بالجنرال ورحت على جنرال. اوكي، كبست على نيو كونفرزيشن وبعديها كتبت المنشن اللي هي الات واسم اسم التيم اللي انا موجود فيه. اوكي، بهاي الطريقة وكتبت مسج عامة، بتروح المسج بيظهر أليرت على مستوى التيم كامل، وبيظهر الأليرت لكل الممبرز اللي موجودين عندي داخل التيم. مثلا أنا بدي للتشانل، مثلا على مستوى التشانل نفسها هاي سبيشل. أوكي، هسا هاي أون، هسا هاي بتروح للكل، هاي للكل، لكل يعني هي بوست على مستوى التيم كامل، الاليرت بيظهر للكل. يعني اذا كل الطلاب عندي منزلين الابلكيشن عندهم على التليفونات، وكبست انا زي هيك مثلا وقلت لهم مثلا tomorrow session مثلا at 11، هاي المسج بنعمل اليرت لكل الطلاب، بيرن عند كل الطلاب
وكل الطلاب بيفتحوا وبيشوفوا شو المسج العامه اللي انبعتت من الدكتور. يعني انا بدي اروح على جنرال وبعدين اختار مسج او شيء زي هيك. من انا جوا الغرفه الصفيه جوا الجنرال بالغرفه الصفيه على قسم البوست رحت عملت نيو كونفرزيشن وكتبت ات اسم الغرفه الصفيه واسم التيم اللي انا بدي اعمم عليه هاي المسج وحطيت المسج اللي انا بدي اياها عشان يوصل اليرت عند كل الطلاب والاليرت هذا بوصل عندهم طبعا على الاكتيفيتي وبرن عندهم اذا منزلين التطبيق على تليفوناتهم برن وبيجيهم على الاكتيفيتي انه الدكتور والله عامل منشن على شيء معين. اوكي طب اذا بدي ابعث ايميل لكل الطلاب. جميل جدا. طبعا كل الاونر تبع التيم هو الوحيد اللي متاح له اذا راح على الثلاث نقاط مقابل الجنرال بروح على الثلاث نقاط. اوكي في عنده شيء اسمه جيت ايميل ادرس. جيت ايميل ادرس اذا بكبس عليه هاي جيت ايميل طلع له جيت ايميل طلع له بطلع له الايميل الخاص بهاي القناه باخذه كوبي. اوكي وبقدر يفتح اي تطبيق للمراسلات مثلا ممكن يفتح الاوتلوك برنامج الاوتلوك اللي موجود عنده على مستوى التيم او على مستوى الاوفيس 365 بقدر يفتح برنامج الاوتلوك. طبعا برنامج الاوتلوك راح يستخدم الايميل الخاص بالجامعه بقدر يعمل نيو مسج اوكي بحط الايميل اللي اخذه كوبي بحط الايميل اللي اخذه كوبي بضيف سبجكت يعمل سند. هسه فاتح المايكروسوفت عندك بنفس الطريقه الاوتلوك انا هيني فاتح برنامج الاوتلوك تمام بعت انا الايميل مباشرة الايميل بوصل لعند الطلاب او للتيم اللي انا بعت له هذا الايميل هاي مثلا from اليوزر اللي انا استخدمته وتو جنرال شانل تبعت الكمبيوتر سي اس بقدر مباشرة يعمل داونلود للايميل ويقرأه او يفتح له اياه على المتصفح مباشرة ويقرأ شو الايميل اللي بعته الدكتور. اوكي إذا لازم نفتح من جوا السيستم من جوا الابلكيشن نفتح الايميل الاوتلوك من الاوتلوك ناخذ بيعطينا اسماء كل الطلاب نكتب الايميل سنت اول بروح الجميع صح هيك بالضبط. انا بالخطوه الاولى كيف اخذت الايميل رحت على الثلاث نقاط مقابل الجنرال كبست على الثلاث نقاط وحطيت خيار جيت ايميل ادرس اوكي طلع لي الايميل تبع جروب الكمبيوتر سي اس اخذته كوبي ورحت على تطبيق يعني باخذ انا الايميل بستخدم اما مثلا الاوتلوك او التطبيق اللي انت بتستخدمه للمراسلات بتحط الايميل بالتو وبوصل الايميل بهاي الطريقه على الشانل. اوكي جميل في ضل اي اسئله عندك اسامه؟ شكرا تفضل دكتور اذا عندك اسئله. ثانك يو يا خالد هسه عرفت انك بدك تاخذها من الاوتلوك بدك تفتح الاوتلوك من الاوتلوك تبعت لكل البارتيسيبنتس الاوتلوك الجيميل الياهو الهوت ميل الابلكيشن اللي انت بتستخدمها في المراسلات بطيء ما فيش داعي تختارهم واحد واحد يعني ببعث للجميع للجروب كله للصف الايميل الايميل راح يوصل بهاي الطريقه راح يوصل على سكشن البوست بهاي الطريقه وبرضه نفس الايميل بنحفظ اذا رحنا على الفايلز بمجرد ما انا بعتت ايميل على طول بنعمل كرييت لفولدر اسمه ايميل مسجز وبقدر يفوت عليه الطالب ويشوف الايميلات اللي بعتها الدكتور لهاي الجروب او لهاي لهذا التيم. جود والمسج كيف قلنا المسج بنبعثها مره اخرى المسج اذا كبست على نيو كونفرزيشن وكتبت اوكي بكتب ات واسم التيم اللي انا بدي اعمم عليه المسج وبكتب التيم ولا الكود نمبر ولا اسم التيم يا دكتور اسم التيم بكتب اسم التيم بعديها المسج اللي بدي اعممها وبكبس انتر بتروح الاليرت عند كل الطلاب بتظهر. اوكي جريت تمام. طيب اذا خلينا نروح ننتقل ل
قبل لا أروح لموضوع الأسايمنت بدنا ننتقل للموضوع أساسي ومهم جدا اللي هو كيفية عمل جدول المحاضرات وإرساله للطلاب. كيف بدي أعمل جدول المحاضرات تبعتي وأرسلها للطلاب؟ راح أروح على الكالندر، طبعا نستخدم الكالندر حتى أضمن أنه جدول المحاضرات وصل عند الجميع ومواعيد المحاضرات معروفة لدى الجميع بناء على الكالندر أو التقويم. من الكالندر راح أتوجه إلى New Meeting وأبلش أعمل إعدادات المحاضرة أونلاين. مثلا هاي المحاضرة للكمبيوتر ساينس، تمام. بالمربع الأول بكتب عنوان المحاضرة، المربع الثاني هو مربع اختياري، إذا أنا بدي أستدعي أشخاص أو دكاترة مثلا أو طلاب معينين غير الموجودين داخل التيم اللي أنا بدي أوجه له هذا الجدول، مثلا ممكن يكون كو تيتشر معي بنفس المادة بدي أستدعيه، بكتب اسم التيتشر اللي أنا بدي أستدعيه، بختاره بهاي الطريقة حتى تروح له الكالندر برضو مع باقي الطلاب. المربع اللي بعده اللي هو تاريخ ووقت المحاضرة، مثلا محاضرتي بواحد عشرة من الساعة واحدة لواحد عشرة الساعة واحد ونص، مدتها مثلا نصف ساعة. طبعا إذا المحاضرة هاي بتتكرر مش بالضرورة كل يوم أنا أفوت وأعمل نفس الإعدادات، بروح على المربع اللي اسمه Does Not Repeat، بفتح Does Not Repeat بلاقي في عندي الخيارات التالية اللي هي Every Weekday، يعني كل يوم مثلا هذا اليوم 11 عبارة عن يوم خميس، إذا كبستها أنا Every Weekday من الاثنين للجمعة تصير تتكرر بكامل الأيام الاثنين للجمعة، Daily اللي هي كل يوم بنفس التوقيت Daily، Weekly كل يوم خميس، بما أني أنا مختار 11 خميس فهي كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 1 ونص Weekly. وإذا كانت مثلا تتكرر ثلاث أيام بالأسبوع بروح وين؟ على Custom، تظهر لي هاي الشاشة Start Date يمثل بداية التكرار اللي هي مثلا بدي اياها تبلش تكرر من اليوم. بالخيار الثاني بدل ما هو محطوط على يوم Day راح اختار Week عشان تظهر كامل أيام الأسبوع عندي، وبختار الأيام اللي بتتكرر فيها هاي المحاضرة، مثلا أحد وثلاثاء وخميس بتتكرر عندي هاي المحاضرة. الـ End Date يمثل تاريخ نهاية التكرار اللي هو بده يكون مثلا نهاية الفصل الدراسي، بنتهي مثلا الفصل الدراسي عندي ب 30/12. إذن من 1/10 ل 30/12 ثلاث أيام في الأسبوع عندي هاي المحاضرة راح تتكرر. أخلص التكرار تبعي بعمل سيف وبتابع على الإعدادات تبعت المحاضرة. هون لمين بدي أوجه هاي المحاضرة؟ لأي فريق بدي أوجه هاي المحاضرة؟ بختار الفريق، مثلا هاي كمبيوتر ساينس فهي راح تكون خاصة بفريق الكمبيوتر ساينس، وبختار الجنرال. وهون ليش ما أظهر لي التشانلز الثانية؟ لأنه باي ديفولت أنا بدي الجدول المحاضرات يظهر عند كل الطلاب داخل هذا الفريق أو داخل هذا التيم، فعشان هيك بطلع لي فقط خيار الجنرال عشان تتأكد أنه هذا الجدول فعليا وصل لكل الممبرز داخل هذا التيم، تمام. إذا حطيت عنوان المحاضرة، بالمربع الثاني هو مربع اختياري إذا بدي أضيف حدا يحضر معي المحاضرة كتبت اسمه وحطيته. المربع اللي بعده حددت تاريخ ووقت المحاضرة، وبالخيار اللي بعده حددت التكرار عشان ما أرد أعيد نفس الإعدادات مرة ثانية. المربع اللي بعديه اخترت لمين بدي أوجه هذا الجدول، اخترت التيم اللي بدي أوجه له هذا الجدول. اللوكيشن أكيد راح أتركه فاضي كونها محاضرة أونلاين فما راح أعبيه. المربع الأخير هو عبارة عن هو optional description، مثلا بدك طلابك يجيبوا أو يحضروا مادة معينة، يحضروا ماتيريال معينة، تعليمات معينة، مربع تقدر أنت اختياري طبعا، تقدر أنت تعبي فيه الملاحظات اللي بدك إياها تكون موجودة مع الجدول تبع المحاضرات. خلصت الإعدادات تبعت محاضرتي، على طول بكبس على send. باللحظة اللي بكبس فيها على send مباشرة ببلش الجدول ينعمل عندي وعند الطلاب. يعني لو فتحت الأسبوع كامل week ورحت على الأسبوع اللي بعده مباشرة بشوف التكرار تبع محاضراتي، وبنفس الطريقة بظهر عند طلابي مباشرة، تمام، على كامل الأسابيع اللي أنا حطيتها لنهاية الفصل الدراسي.
تمام. اذا شفنا انا كيف بقدر اعمل الاعدادات تبعت الجدول الدراسي، راح اعيدها مره ثانيه. رحت انا من الكالندر على نيو ميتنج، كتبت عنوان المحاضره تبعتي، واخترت اذا بدي حدا يجي يحضر المحاضره هاي غير طلاب الصف، وحددت اوقات للمحاضره تبعتي مثلا 12:30 للوحده، وحددت تكرار تبع المحاضرة تبعتي مثلا بدي اياها ديلي كل يوم بنفس التوقيت كل يوم، اخترت ديلي، وحددت لأي فريق او اي تيم بدي اوجه هاي المحاضرة مثلا تيست، وهون كتبت مثلا الملاحظات اللي عندي على مستوى المحاضرة بدي يشوفوها الطلاب. تمام، خلصت الاعدادات، كبست سند، مباشرة بيتم إعداد المحاضرة بنفس الطريقة اللي إحنا شايفينها. اخترت أنا ديلي، يعني لو رحت على الأسبوع اللي بعده مباشرة راح أشوف جدول المحاضرات اللي أنا اخترتها. تمام، في أي سؤال عندك على إعدادات المحاضرة أسامة قبل لا ندخل على المحاضرة جوا ونشوف كيف؟ في سؤال إنه كيف راح يطلع هذا عند الطلاب الجدول؟ راح يجي بس تذكير لهم ولا راح يطلع على الكالندر تبعهم؟ جميل، طبعا لكل الممبرز داخل التيم على طول اذا راح عنده على الكالندر مباشره راح يشوف جدول محاضرات ونزل عنده مباشره. وبرضه طبعا قبل موعد المحاضره بعشر دقائق للبوست للدكتور وللطالب راح تيجي نوتيفيكيشن على الاكتيفيتي وتحكي له في عندك محاضره مثلا بالساعه كذا. وبرضه على مستوى التيم مباشره رابط المحاضره بيظهر قبل وقت المحاضرة بعشر دقائق، بيظهر رابط المحاضرة اللي من خلاله راح يدخل الطالب على المحاضرة مباشرة. جميل، في أي سؤال ثاني يا أسامة؟ تمام، ممتاز. بدي من البراوزر عندك أسامة وأنس تدخلوا على المحاضرة اللي موجودة بتيم، ثواني بالضبط، بالتيم تبع كمبيوتر سي اس، تدخلوا على المحاضرة هاي حتى نفرجيهم كيف شكل الاتنديز راح يظهر. طيب راح نفوت جوا المحاضرة ونشوف ايش في صلاحيات متاحة امامك كدكتور داخل المحاضرة الاونلاين. طبعا عندك خيارين للدخول على المحاضرة، اما لما بتظهر الاكتيفيتي على مستوى التيم نفسه بالبوست بيظهر هذا الرابط بتضغط عليه وبتروح على انضمام، او بتروح على الكالندر بوقت المحاضرة اللي انت بدك تدخل عليها ومباشرة تكبس عليها بهذه الطريقة وبتضغط على join. طبعا بأول شاشة بيجيب لك الإعدادات اللي هي إما الكاميرا بدك تطفي الكاميرا أو تشغلها بهذه الطريقة، المايك أكيد بدك تتركه متاح، خيار الديفايسز إذا كان في عندك مشكلة على المايك أو الكاميرا بخيار devices بيظهر لك تختار مثلا اذا عندك انت اكثر من مايك مشبوك عندك على الجهاز بيظهر لك الخيارات هون، تقدر تختار انو مايك بدك تستخدم او اي سبيكر بدك تستخدم، والكاميرا اذا عندك اكثر من كاميرا مثلا انا شابك كاميرا يو اس بي غير الكاميرا الموجوده على اللابتوب بيظهر لك الخيارات مباشره هون، هو خيار اعدادات للمايك والكاميرا السماعه والمايك والكاميرا. خلصت الاعدادات تاكدت من كل شيء بعمل جوين. مهندس عمر تفضل. بس قبل ما ندخل على الميتنج او المحاضره الاونلاين في سؤالين بدي اياهم يجاوب عليهم الدكتور محمد السمادي، انه الدكتور لازم يلتزم بجدول المحاضرات تبع المدرسه تبع الجامعه ولا لا؟ يعني عندهم جدول بالجامعه من المحاضرات، فهل يلتزم الدكتور لما يعمل الجدول او الكاجوالينج ميتنج على الميتنج انه يعمل نفس جدول المحاضرات الطبيعي تبع الجامعه؟ وانه في دكتور ثاني بيستفسر انه هاي الجدوله انه الدكتور راح يعملها، وانه كان بالمحاضره الماضيه انه حكى انه في احتمال انه نيكست والمركز مركز الحاسوب تبع الجامعه هم راح يعملوا هاي التندي للدكاتره، فشو صار بهاي المواضيع؟ طيب شكرا جزيلا على السؤالين. راح ابلش بالسؤال الثاني بالاول، موضوع الانتجريشن
مع الجامعة مع الكورس ريجستريشن سيستم. حاليا الإمكانيات اللي موجودة إنه نقرأ لكل مدرس المساقات تبعته والطلاب اللي انرولد بهاي المساقات وننشئهم على المايكروسوفت تيمز. شغالين على طريقة تكون فولي اوتوميتد بحيث انه لو صار انسحاب من المساق او واتيفر انه يصير في ابديت مباشر. بس حاليا احنا بناخذ سناب شوت من الوضع الحالي وبننشئه على المايكروسوفت تيمز. فمثلا بعض الزملاء اللي موجودين على الجدول الدراسي مش مضافين على المساقات، يعني المساق هو متعود يدرسه بس القسم أنشأه وخلاه غير محدد، فلما بدخل على المايكروسوفت تيمز ما بلاقيه. ليش؟ لأنه إحنا لما سحبنا هاي الإيمج من الكورس ريجستريشن سيستم ما لقينا اسمه محدد على هذا المساق، وبالتالي لم يتم إنشاء المساق له على المايكروسوفت تيمز. نهاية الأسبوع القادم لما يستقر الجدول الدراسي وسجلوا الطلبة إن شاء الله الموجودين حالياً بالجامعة، راح نعيد إنشاء المساقات على المايكروسوفت تيمز، فراح يكون لكل دكتور جدوله الدراسي من ناحية المساق مضاف. بالنسبة لجدولة المحاضرات على الكالندر، ما بعرف إذا هاي الإمكانية موجودة من ضمن الانتجريشن. إذا قدرنا نحققها راح نعملها، إذا ما قدرنا الآلية بسيطة جدا زي ما شفنا من خلال العرض اللي عمله المهندس عمر. يعني أكثر دكتور بهالجامعة عنده 12 ساعة تدريسية، يعني ثلاث مواد مختلفة، يعني بده يسوي الستيب هاي اللي سواها المهندس عمر ثلاث مرات، يعني ثلاث دقائق. رايت كليك على الكالندر، أضيف المحاضرات تبعتي، أحد ثلاثة خميس أو اثنين أربعاء، وسيف وسند تروح للكل، وهذه راح تظل لنهاية الفصل. يعني مش كل يوم بده يكررها ومش كل يوم بده يعيدها. الآن عفواً دكتور محمد، بس ما هو إحنا عندنا الفصل الأول بنظل أكثر من شهر وهم وهو قاعد يضاف أسماء، يعني في أسماء تضاف بعد شهر. ما في مشكلة دكتور، بس عددهم قديش؟ يعني ما هو يعني بالحد الأعلى يعني ممكن يوصلوا ل 10 طلاب ينضافوا عنده. نعم. 20 نعم. هذول لازم نضيفهم احنا، يعني مانيوال نضيفهم. طبعا دكتور، لانه الان شو اللي بصير، فلنفرض انه انت انا انشات لك المساق تبعك بنهايه الاسبوع القادم. نعم. انت رحت ضفت الفايلز وانشات كويزز وعملت محاضراتك. يس. بعديها باسبوع انا رجعت مسحت لك كل شيء وضفت لك مره ثانيه، شو بصير عندك؟ تفقد كل الشغل اللي انت اشتغلته. يعني بدل ما أريحك بإضافة الطلاب أنا خسرتك كل الشغل اللي أنت اشتغلته على مدى الشهر الأول. yes. فإحنا حتى ما يصير في عنا لغط، إحنا قبل ما نبلش العملية الدراسية اللي هو نهاية الأسبوع القادم رح ننشئ المساقات على المايكروسوفت تيمز. okay. أي طالب بضاف أو بنسحب، مسؤولية المدرس إنه يضيفه ويسحبه بالآلية اللي ورجاها المهندس عمر قبل قليل، إما بنضيف one by one أو من خلال الجنريت للكود. وباي ذا واي الجنريت للكود يعني عملية سهلة جدا مش صعبة، يعني yes. ما بتكلف الدكتور هالمجهود الكبير إنه ينشئ كود لكل المساق ويعممه على الطلاب الجداد اللي انضافوا من خلال الإيليرنينج. يعني أنت بس بتمسك الكود وبتروح على الإيليرنينج بتحطه بالأناونسمنت أو بتعمل ليبل وبتضيف من أراد أو الطلاب اللي بدهم يعملوا جوينينج للتيمز، الرجاء استخدام الكود الآتي. كل حدا بدخل على التيم بيعمل جوين ثرو كود وبدخل الكود مباشره بصير انرولد للمساق اللي yes. موجود عندك على المايكروسوفت تيمز. طب دكتور الكود هذا يعني ممكن يكون نمبرز مثلا، اكتب كود مثلا 1400 مثلا؟ لا دكتور، هو السيستم بيعمل له جنريشن، ورجانا اياه المهندس عمر ببدايه التريننج. يعني أغلبك مهندس عمر مرة ثانية إذا سمحت لي. هاي الكود حاطه T D L Y N إلى آخره. Exactly. هو هذا الكود بتعمل له كوبي أنت دكتور، بتروح للإيليرنينج سيستم وبتضيف ليبل هناك، بتكتب الطلاب الأعزاء الرجاء إضافة أنفسكم إلى المساق اللي موجود على المايكروسوفت تيمز باستخدام الكود الآتي. آسي. بس هذا الكود أنا بختاره زي ما بدي. لا، الكود هيو قدامك دكتور، بدك تاخذه كوبي اند بيست، ما بتقدر تغيره.
ما هو مين بيبعث لي؟ ما انا اللي بحط هذا الكود ولا لا؟ السيستم بيعمل له جنريشن، انت بتاخذه وبتضيفه على الاي ليرنينج. اي سي، يعني هو انا بيجيني الكود معناته. هيو قدامك، هيو السيستم عمل له جنريشن. هسا هذا الجنريشن المهندس عمر هو اللي حطه؟ لا، مهندس عمر اغلبك تعيد الخطوات سريعا. اكيد جنريت، شايف دكتور؟ جنريت بالضبط، تكبس على جنريت، الكود بتم عمله من خلال منصه التيمز، هي اللي بتعمل الكود وبتعطيك اياه. اوكي، تغير هذا الكود اذا كبست على ريش. مش خياري هذا الكود، الماكرو المايكروسوفت هو اللي بيعمله جنريشن. بالضبط دكتور. اوكي I got that one. Thank you. طيب ما عنديش اذا سمحت، بس هو المشكله لما تعمل جنريت كل مره بعطيك كود مختلف صح، ولا دائما هو ثابت لنفس ال... طيب هو باللحظه اللي انا بكبس فيها على جنريت، لما بكبس جنريت للكود، هذا الكود دائما بضله موجود ما لم اروح واعمل ريموف لهذا الكود او اعمل ريسيت، بضله نفس الكود الا اذا رحت كبست على ريسيت، معناته انا بدي اغير هذا الكود، او عملت ريموف معناته انا بدي اوقف عمليه الانضمام بلغي هذا الكود. ماشي. لا هو انا اللي فكرته اول انه انت يو جنريت، يعني بيقول لك جنريت، انت بتدخل بتكتب اي رقم بدك اياه اي اسم. هلا انا اللي فهمته الان انه لا، لما تكتب ستيم كود ات ويل جنريت كود فور يو. اكزاكتلي دكتور، اكزاكتلي. اوكي، اتس نوت ماي تشويس. اورايت. إجابة على السؤال الأول، موضوع الالتزام بالجدول الدراسي، هذا يعني قرار على مستوى الجامعة ومجلس العمداء، ويفضل الالتزام بالجدول الدراسي، لأنه دكتور أنت بتعطي synchronous online lecture، يعني أنت بتلزم طلابك أنهم يدخلوا معك على التيمز على الفيديو كونفرنس بوقت المحاضرة، فإذا أنت غيرت الموعد ممكن يصير تعارض بين الطلاب، يعني مع الطلاب بمحاضرات أخرى وبأكتيفيتيز أخرى. في حال تم الاتفاق بين المدرس والقسم والطلاب، يعني ما في احتجاج من قبل الطلاب، هذا يعني هذا شأن أكاديمي خاص بالأقسام، ما بقدر أنا كمركز تعلم إلكتروني أتدخل فيه. إحنا النصيحة أنه يتم الالتزام بالجدول الدراسي، والتعميمات وتوجيهات مجلس العمداء أن يتم الالتزام بالجدول الدراسي في المحاضرات. أما في حال يعني لسبب من الأسباب عندك محاضرة تعويضية، عندك ظرف استثنائي، حال وحال الأمور اللي منطبقها، في حال مثلا رحنا لكونفرنس أو سافرنا أو لا سمح الله مريض أو لأي سبب من الأسباب. شكرا. هي دكتور، بس يعني اللي بيصير انه بالنسبه لطلاب الدراسات العليا مرات في ناس منهم بيشتغلوا او او او، فمرات بنعمل لهم ريسكيدجول للوقت، مثلا بدل ما نعطيهم اياه على الوقت المحدد، مثلا بنعطيهم اياه بالليل او هم بيطلبوا هيك. اما الطلاب الاندر جراجويت اكيد إذا تكون حسب الجدول الدراسي. زي ما حكيت لك دكتور، شأن أكاديمي خاص بالأقسام يتم تنظيمه بين المدرس ورئيس القسم. أوكي. يعني طالما أنت قسمك أوير وما عنده مشكلة، أنا ما بقدر أتدخل وأمنعك، أصلا ما عندي أي إمكانية ولا صلاحية إني أمنعك. عزيز. دكتور محمد، بس إذا سمحت، بالنسبة للي حكيته بالنسبة للكود، هلا لما يدخلوا الطلاب جداد وبدك تعملهم جنريت كود وتدينهم الكود، راح يكون عندهم كود مختلف عن الطلاب الاصليين، فهل هذا يعني انه بدك تعمل كل واحد من لا دكتور، هو احنا الان راح ناخذ الوضع الحالي من نظام التسجيل، يعني مثلا انت مساقك الحالي خلينا نسميه مساق اكس، مسجل له 10 طلاب، انا لما بقرا الداتابيز بيطلع لي مساق X دكتورو Y وفي 10 طلاب، أنا بنشئ لك إياه على المايكروسوفت تيمز، تمام؟ okay. الآن أنت باليوم الثاني تسجل عندك كمان 10 طلاب، فصار عندك العدد 20، كيف بدك تضيف العشر طلاب الجداد؟ إما بتضيفهم أو بتروح للكود، والكود ما يعني الكود ما بيخربط لك الأمور، ما بيمنع القدامى يدخلوا ولا بيفوت لك الجداد على مساق مختلف، بيخلي الجداد ينضافوا على نفس المساق اللي احنا انشأناه للدكتور والطلاب الحاليين.
نفس الكود. بس اذا عملنا جنريت كود جديد راح يخربط الدنيا صح ولا لا؟ يعني كل مرة انت بتغير دكتور الريجنريت اللي هي الريست او الجنريت لازم تعلنه مرة ثانية للكل طبعا. أوكي. اوكي لا مش للكل، للي بدهم ينضافوا جديد. بس للي بدهم ينضافوا جديد. اي نعم. شكرا. يعني انا بقدر التزم بالكود اللي عجاني اول مرة واضيف عليه اي طالب بدي اياه. اي نعم. اوكي. خلينا نتابع. تفضل دكتور. بالنسبه لموعد المحاضره الان، اذا انا ما دخلتش الطلاب بامكانهم يدخلوا موعد المحاضره ولا لازم اني استقبلهم اجباري؟ لا، هلا الموعد المحاضره جدول المحاضرات موجود عند الطالب، يعني باي وقت هو بيكبس على المحاضره وبيعمل جوين على هاي المحاضره افيلبل متاحه امامه. وبرضه الاليف نفسه بيجي على سكشن البوست، سكشن البوست الرابط تبع المحاضرة بيجي بهاي الطريقة وبدخل الطالب مباشرة. يعني حتى لو كنت أنا مش موجود الطلاب ممكن يدخلوا يعملوا شات معا؟ العفو مهندس عمر، الآن حسب السيتينجز حسب البوليسي أنت بتقدر تمنع الطلاب يدخلوا إلا إذا أنت سمحت لهم. يعني زي ما شفنا أنا حاولت أدخل على هذا الاجتماع على هذا التريننج الموجود حالياً، أعطاني مسج إنه ننتظر بالأورجانيزرز يسمحوا لك تدخل. نفس الإشي أنت البوليسي اللي إحنا منضيفها حتى تمنع أي حدا يدخل إلا بموافقة المدرس وبحضوره بالوقت اللي يرغب فيه المدرس، ما بنفتح الميتينج إلا إذا دخل المدرس وسمح للناس تدخل. يعني شو السيتينج اللي بنحط هون؟ هذا بوليسي، هذا بوليسي إحنا بنحطه على مستوى المايكروسوفت تيمز دكتور. دكتور يعني مش راح يقدر يدخل على المحاضرة إلا إذا أنا سمحت له. أوكي. يعني الطلاب ما بقدر يفوتوا إلا إذا كان المحاضر موجود داخل. إلا إذا سمح لهم من خلال البوليسي ولا لا مهندس عمر؟ هل في إمكانية إنه أنا يعني يكون عندي ميتينج ويدخل له من ما هب ودب من خلال الرابط من غير ما أنا أسمح له ولا لازم أعمل له دائما بيرميشن؟ إذا تم تطبيق البوليسي، البوليسي هي اللي بتصير تحدد إنه الأورجنايزر فقط لما يدخل بنفتح الميتينج بنفس الطريقة لما دخلتوا أنتوا على هذا الميتينج. Exactly. طيب معلش والله زي ما حكيت. آسف دكتور. تفضل. في دكتور والمهندس في عندي سؤال، أنا عندي أربع شعب لنفس المادة. ويومين بالأسبوع يعني شعبتين في كل يوم، هذول الشعبتين نازلات في نفس الوقت يعني يوم الاثنين من 9 to 11 الشعب الأولى ويوم الاثنين من 9 to 11 الشعب الثانية، بحيث أنه يصير شعبة أونلاين وشعبة تكون موجودة بالجامعة. هل هذا هيك نازل على الجدول الدراسي يعني شعبتين في نفس الوقت في يومين منفصلين؟ فهل بقدر أنا أعمل الكالندر لكل شعبة لحالها ولا في طريقة أني أعمل كالندر للشعبتين مدمجتين في نفس الوقت؟ يعني الجواب السريع إليك دكتور، طالما أنت المدرس للشعبتين يفضل تنشئ لهم تيم واحدة. يعني ما في على مستوى المايكروسوفت تيمز دمج بالتيمز، يعني أنا يعني المايكروسوفت تيمز ما بسمح لك تدمج التيمز مع بعض so far. ممكن مايكروسوفت تشتغل هذا الإشي مستقبلا بس حاليا لا. طالما أنت على الجدول أنت المدرس لنفس الشعبتين والشعبتين مطروحات بنفس الوقت، وأنا يعني مش عارف كيف هاي التسجيل سمح فيها، معناها أنت بتقدر تنشئ تيم واحد تسميه باسم تضيف عليه الطلاب اللي بدك تدرسهم 2/4 من الساعة 8 للساعة 10 مثلا. يعني الحل هو إنشاء مجموعة جديدة تيم جديد بضم الشعبتين اللي متضاربة اللي في نفس الوقت. إذا لنفس المدرس نعم. نعم لنفس المدرس في نفس الوقت في نفس المادة. أي نعم. طيب دكتور شكرا شكرا. ممتاز. طيب إذا إحنا كنا بخطوات كيفية الدخول للمحاضرة الأونلاين. مهندس عمر. تفضل أستاذ. بس بعتذر منك، بس في أسئلة كمان بحكي لك إنه إيش الحد الأقصى لعدد الطلاب اللي بقدر أدخلهم على التيم؟ طيب على التيم نفسه يعني العدد المسموح فيه
عملية الانضمام على التيم هو 1000 طالب، 1000 طالب لكل تيم. أما فيما يخص المحاضرة الأونلاين فهي ماكسيموم عددها إلى الآن 300 طالب، يعني أنا بقدر 300 بنفس الوقت، 300 يحضروا المحاضرة بنفس الوقت، وإذا العدد عندي أكثر من 300 هيك بدي أتوجه لشيء اسمه لايف ميتينج، نفس الخاصية الموجودة بالفيسبوك اللي هي الفيسبوك لايف، بقدر أطلع لايف عبارة عن one way meeting، يعني الحضور فقط بسمعوا، ما في كولابوريشن، ما بقدر أنا أسمع الطلاب أو أخذ أسئلتهم، نفس مبدأ الفيسبوك. هاي إذا كان العدد عندي يفوق 300، يعني مثلا عندي نشاط على مستوى الجامعة وممكن هذا النشاط يحضره أكثر من 5000 طالب، فأنا راح أستخدم خاصية اللايف ميتينج. ممكن نشرحها في خطوات لاحقة لأن خطواتها تطول، ولكن هي موجودة هون برضو من ضمن الكالندر، بقدر أعمل إشي اسمه لايف إيفنت. هذا إن شاء الله نبعث لكم فيه فيديو بخطوات إنشاء اللايف إيفنت، أو إذا حبيتوا بعد نهاية وقت المحاضرة نشرحها، ما في أي مشكلة. في أي سؤال آخر أسامة؟ لو سمحت، استخدام الباوربوينت مع الديجيتايزر مع قلم، إذا بدك تكتب على الوايت على الباوربوينت، يعني تشرح للطلاب على الباوربوينت بنفس الوقت تكتب لهم، هاي جايين لهاي الخاصية دكتور، هاي جايين لهاي الخاصية. هلا راح يتم شرح هاي الخاصية. طيب راح أنتقل أسامة ونأخذ الأسئلة بعد ما أخلص هاي الخاصية عشان نكسب الوقت. حكينا كيف خطوات أنا بدي أدخل للمحاضرة الأونلاين، قلنا المحاضرة قبل بعشر دقائق راح يظهر الرابط تبعها بهاي الطريقة على داخل التيم، أو بتروح من الكالندر على تاريخ ووقت المحاضرة بتضغط عليها بهاي الطريقة وبتضغط على join. طبعا زي ما شفنا احنا الخيار اللي هو اذا بدي اطفي الكاميرا او اضويها بهاي الطريقة، يا اما بضوي الكاميرا او بطفيها، ما اكيد بده يظل مضوي، وعلى طول بضغط على join، بصير انا داخل المحاضرة اونلاين وببلش اعطي محاضرتي. اسامة وانس انضميتوا طبعا. هاي الشاشة من وين طلعتها؟ من شريط الأدوات الموجود تحت. أول خيار راح نشوفه مع بعض اللي هو Show Participant، بدي أشوف الطلاب اللي موجودين عندي داخل المحاضرة. طبعاً الطلاب اللي لسه مش منضمين راح يطلعوا بهاي الطريقة Under Suggestion، بقدر مباشرة أكبس على 3 نقاط Ask to Join، يبلش يرن على الطالب حتى يدخل داخل المحاضرة بهاي الطريقة. ولما بدخل داخل المحاضرة على طول بيظهر تحت سكشن اللي هو الاتنديز. تمام، يا ريت تعملوا جوين أسامة و ايوه ممتاز. طيب شفنا كيف انه الطلاب صاروا موجودين، اول ما صاروا موجودين الطلاب ظهر عندي خيار على طول اللي هو ميوت اول، خيار ميوت اول، بقدر اعمل ميوت لكل الطلاب مباشرة من نفس هذا الخيار. موجود عندي بنفس هاي الشاشة برضو اللي هو عمل شير لرابط المحاضرة، يعني مثلا طلاب مش ظاهر عندهم مثلا رابط المحاضرة، وهو مستحيل انه ما يكونش ظاهر، ولكن اذا ارتقيت انه اعمل شير لرابط المحاضرة من هون بقدر اعمل كوبي واودي للطلاب بيست مثلا على ايميل مثلا معين، اذا عملت بيست راح يظهر بهاي الطريقة. راح اروح هون على سكشن للتشات اعمل بيست حتى افرجيكم كيف الرابط بيظهر بهاي الطريقه، هذا الرابط بيظهر وبودي للطلاب بالطريقه اللي بشوفها انا مناسبه. اذا قلنا اول خيار اللي هو شو بارتيسيبنت، اظهار المشاركين من خلال هاي الشاشه، بشوف الطلاب الموجودين عندي داخل المحاضره. من نفس الشاشه موجود عندي خيار الميوت اول، برضه بنفس الشاشه اذا طالب عمل ريز للهاند مباشره هذا الخيار بيظهر قدامي بهاي الشاشة بهاي الطريقة. طبعا بعطيني أليرت أمام مربع الاسم تبعه إنه هو رافع إيده حتى أتيح له خيار، بحكي له فك مثلا الصوت، بقول له فك الصوت حتى يبلش يحكي، وبس يخلص بعمل مثلا لور للهان تبعته بهاي الطريقة. أيضا بنفس الشاشة في عندي خيار اللي هو تفضل. هلا انا فتت على التيم للكلاس اللي انا معموله انتجريشن،
فاول ما افوت على الهيئه بيقول لي انه في عندك meet waiting attendees waiting for you to activate. لازم انا اعمل اكتيفيت لهي النقطه. بيقول لي انه it's unable to undo the activation. شو معناتها هذا الحكي؟ طيب هلا احنا لانه عملنا كامل المساقات باستخدام الباور شيل حتى المساق نفسه يتفعل للطلاب، لازم الاونر تبع المساق يفوت على هذا التيم ويفعله، اللي هو بيكبس على اكتيفيت. اول ما بيكبس على التيم مباشره فوق على الشاشه، لما بروح على التيم مباشره هون بهاي الشاشه بتظهر شاشه فيها اكتيفيت، بكون مكتوب لك مثلا عدد الطلاب 20 مثلا ستودنت ويتنج يو تو اكتيفيت هذا التيم. تكبس فقط كلمه اكتيفيت مباشره التيم بيعمل له اكتيفيت. وين اكتيفيت؟ وين اكتيفيت هاي؟ من اي ايكون ناخذها؟ هاي دكتور، هاي دكتور خليك معي دكتور. هاي اول ما تدخل على التيم اوكي مباشره راح تظهر شاشه لحالها، راح تظهر شاشه من فوق تحت مربع السيرش، راح تظهر شاشه فيها كبسه اكتيفيت. غير هاي، هيني بشرح لك يا دكتور. أوكي. اول ما تدخل على التيم مباشره. أوكي. لما تدخل على التيم هون انت بهاي الشاشه لنفترض. اوكي تمام، خليك معي دكتور. انت بهاي الشاشه كبست على التيم، اول ما تدخل على التيم تحت مربع السيرش راح تظهر شاشه لحالها، راح تظهر شاشه فيها كبسه اكتيفيت. كل ما عليك انك تكبس اكتيفيت فقط. هسه هون مش ظاهر لنا، هون قدامنا مش ظاهر. من بعد اذنك مهندس عمر، دكتور هذه بتظهر فقط في المساقات الجامعه، يعني مساقاتك اللي على الجدول الدراسي وتم انشائها لك بطريقه اوتوميتد على التيمز. اوكي، اي تيم ثاني انت انشاته او تم اضافتك عليه ما بتظهر لك هاي المسج. يعني المسج هاي فقط للمساقات الجامعيه اللي موجوده على الجدول الدراسي وانت مدرسها ومركز التعلم الالكتروني انشا لك اياها بطريقه اوتوميتد. اوكي، ما عنده لازم يعملها اكتيفيشن دكتور محمد سمادي؟ اي نعم، اي نعم. So I have to activate every time. كل ما بدي أفوت على محاضرة I have to activate. لا 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 لا. بس مرة، بس مرة واحدة دكتور، أول ما بتدخل على المساق من بعد إنشاؤه. أوكي، وبتضل activated على طول؟ خلاص. Yeah. أوكي. تمام، ممتاز. Okay. طيب نرجع لشاشة الparticipant اللي هي show participant. حكينا من خلالها أنا بشوف الطلاب الموجودين عندي، برضو من خلال نفس الشاشة بقدر أعمل mute للأول. برضو من خلال نفس الشاشة بقدر أشارك الرابط تبع المحاضرة. عندي بالثلاث نقاط فوق من هون بقدر أعمل داونلود للأتندنس ليست، اللي هو كشف الحضور والغياب. من الثلاث نقاط بقدر أعمل داونلود للأتندنس ليست. بهاي الطريقة بنزل عندي الكشف وبيعطيني كامل حركات الطلاب، اللي هو وقت الدخول، وقت وتاريخ الدخول. خليني أعمل شير للديسكتوب حتى أظهر لكم الاركب بيظهر. ممتاز، كشف الاكسل بيظهر عندي بهاي الطريقة زي ما انتم شايفين. أسامة ظاهر الاكسل شيت. الكتاب بتخزن لحاله على الجهاز ديسكتوب؟ طبعا الاتندنس ليست بتنزل عندي على الديسكتوب وبتضلها موجودة عندي على الجهاز. بتظهر عندي بهذه الطريقة، بعطيني اسم الطالب، شو الأكشن اللي سواه، إذا هو جوين أو أن جوين، والتاريخ ووقت exactly أي ساعة دخل لهاي المحاضرة أو أي ساعة طلع من هاي المحاضرة. إذا مرة ثانية، من وين أنا جبت كشف الحضور والغياب؟ من شاشة الparticipant. رحت على الثلاث نقاط، ضغطت على download attendance list، نزل عندي الكشف بهاي الطريقة. على طول بقدر أفتح الكشف وأشوف شو بالضبط حركات الطلاب داخل المحاضرة. طبعاً كشف الحضور والغياب بتضل محفوظة هاي بالسيستم صح؟ على الديسكتوب عندك دكتور، هي بتنزل. أوكي. على الديسكتوب عندك. أوكي. طبعاً أنت بعمل داونلود لكشف الحضور والغياب قبل نهاية المحاضرة، قبل ما أطلع من المحاضرة على طول بروح بعمل داونلود للأتندنس ليست حتى يسجل لي كامل الحركات اللي صارت داخل المحاضرة، اللي هي حركات الدخول والخروج من المحاضرة. ولازم أخزن هذا ولا بظهر لحاله على الديسكتوب؟ هذا ما بتخزن لحاله، بدك تروح أنت مانيولي على الثلاث نقاط وتعمل الداونلود للأتندنس ليست. أوكي. حاليا إلى الآن الداونلود للأتندنس ليست مش أوتوميتد، بدك أنت تروح مانيولي
على كل محاضرة خلصتها قبل لا تخلصها تعمل داونلود للأتندنس ليست. أوكي. Good. طيب وإيش في عندي كمان خيار على مستوى المحاضرة اللي هي المانج بيرميشن. حكينا إحنا من خلال تعاوننا مع مركز التعلم الإلكتروني راح نطبق البوليسي اللي هي بتمنع الطلاب من أنهم يعملوا شير للسكرين أو تعطيهم الصلاحية من أنهم يطلعوا الدكتور من المحاضرة أو يطلعوا طلاب آخرين من المحاضرة أو حتى أنه يعمل ريكوردينج. تمام، هاي كلها راح يتم تطبيقها من خلال بوليسي بالتعاون مع مركز التعلم الإلكتروني. ولكن كدكتور هاي الخيارات متاحة لك من خلال إذا بتروح على الثلاث نقاط على المانج بيرميشن بيفتح لك مباشرة المتصفح بهاي الطريقة عشان يظهر لك الخيارات اللي أنت متاحة لك. الخيار المهم اللي هو هو كان بريزنت، مين اللي بيقدر يكون بريزنتر بهاي المحاضرة. طبعا الخيار احنا راح نحطه على only me by default by policy راح يكون only me. اذا حبيت انت كدكتور تغيره راح تروح بدل only me تحط على specified people، طبعا لانه احنا بنمشي في بوليسي قاعدين حاليا مش مفتوحة، ولكن بعد ما تخلص البوليسي راح تصير متاحة لك كدكتور تختار مثلا بدك تحول طالب معين لبريزنتر يعمل شير للسكرين تبعته مثلا تختاره من specified people أو بتسكر هاي الفيتشر على الأونلي مي. طبعاً إذا حطيتها على الإبريوان معناته كل الطلاب بيقدروا يعملوا شير للسكرين، كل الطلاب بيقدروا يعملوا ستارت وستوب للريكوردينج، كل الطلاب بيقدروا يطلعوا بعض من المحاضرة أو يعملوا ميوت لبعض داخل المحاضرة. عشان أسيطر على هاي الفيتشر حكينا باي بوليسي إحنا باي ديفولت جميع محاضراتكم راح تكون محطوطة على الأونلي مي، يعني فقط أنت كدكتور معاك كامل صلاحيات المحاضرة. إذا حبيت أو ارتأيت إنك تغير هاي الصلاحية راح تروح من الثلاث نقاط راح أرجع على الميتينج عفواً كنا إحنا بالميتينج أظهرنا شاشة البارتيسيبنت رحنا على الثلاث نقاط على المانج بيرميشن فتح لي هاي الشاشة على المتصفح وهذا الخيار بحوله على specific people وبحدد مين الناس اللي بدي اياهم يكونوا presenter. تمام، اذا شفنا كامل الخيارات الموجودة عندي على شاشة participant. عندي شاشة اخرى او خيار اخر اللي هو chat، في عندي chat على مستوى المحاضرة نفسها، يعني مثلا انا نبهت الطلاب انه اي حد عنده سؤال يبعته على الchat ومن الchat انا بشوف سؤاله وبجاوبه. من وين اظهرت هاي الخاصية؟ هيها من شريط الادوات للchat مباشرة بقدر أعمل تشات مع طلاب أو الطلاب يبعثوا لي أسئلة مباشرة. برضو شوفي عندي شفنا خيار الريز هاند هذا للطلاب راح يكون. في عندي من الثلاث نقاط هون الموجودة هون ثلاث نقاط اللي هي الإعدادات على مستوى المحاضرة نفسها. إذا بفتح في عندي الستارت ريكوردينج. من هون أنا بقدر أعمل ستارت ريكوردينج عشان أبلش ريكوردينج للمحاضرة. وإذا بدي هاي المحاضرة بوقت لاحق الطلاب يحضروها على طول مباشرة التسجيل بيظهر على سكشنال بوست على مستوى التيم. هلا بس نطلع من المحاضرة راح أفرجيكم كيف بيظهر الريكوردينج على مستوى البوست على سكشن التيم. طبعا الريكوردينج لازم أنت تروح مانيولي تعمل له ستوب، يعني إذا طلعت من المحاضرة بدون ما تعمل ستوب للريكوردينج الريكوردينج راح يروح. فلازم قبل ما أطلع من المحاضرة شغلتين أساسيات لازم أعملهم، لازم أعمل داونلود للأتندنس ليست ولازم أروح من الثلاث نقاط أعمل ستوب للريكوردينج حتى أتأكد أنه الريكوردينج ينعمل له أوتو سيفينج وراح ينعمل له أوتو أبلود على التيم وبيظهر بسكشن البوست داخل التيم. وبرضه بيظله أفيلابل في التطبيق اللي اسمه مايكروسوفت ستريم. هلا راح أفرجيكم وين راح أشوف الريكوردينج اللي أنا سويته على مستوى التيم تبعي. إذا شفنا من الثلاث نقاط كيف بقدر أعمل ستارت وستوب للريكوردينج. برضو داخل الإعدادات بقدر أعمل فل للسكرين، أعمل فل للسكرين لما أكون عامل شيرينج لشيء معين. برضو من الثلاث نقاط في عندي خيار اللي هو الإند للميتينج، يعني إذا أنا كبست على الكبسة الحمراء اللي هي الهانج أب أنا بهاي الطريقة بطلع من المحاضرة ولكن أنا ما أنهيتها، المحاضرة بتضلها مفتوحة والطلاب بضلوا قادرين إنهم يحكوا مع بعض. عشان أضمن إنه المحاضرة تنتهي والطلاب يطلعوا من هاي المحاضرة بروح على الثلاث نقاط وبعمل إند للميتينج، بعمل إند للميتينج. تمام، الخيار الأخير اللي هو التيرن أوف إنكومينج فيديو
إذا الطلاب كثير قاعدين بيفتحوا كاميراتهم وقاعد بيأثر عندي على الكواليتي تبعت المحاضرة، بقدر أضغط على هذا الخيار بيوقف لي إظهار الكاميرات تبعت الطلاب Turn off incoming video عشان أنا أحافظ على الكواليتي تبعت المحاضرة. تمام؟ أوكي. إذا ننتقل للخيار الميتينج هي النهاية صح؟ نعم صحيح دكتور. طب والتلفون اللي بالأخير هذا شوت التلفون الحمراء هاي معناها انه اني انا بدي اوقف يعني I just want to hang up or what؟ يعني شو الفرق بين end meeting وإشارة التلفون اللي بالأخير؟ حاضر. إذا أنا بضغط على هاي الكبسة بطلع من المحاضرة، ولكن أنا ما أنهيت المحاضرة، المحاضرة ظلت شغالة والطلاب ما زالوا داخل المحاضرة وقادرين يتواصلوا مع بعض. عشان أضمن إني أنهي المحاضرة وأطلع الطلاب من هاي المحاضرة بروح على الثلاث نقاط وبضغط على end meeting، هيك بضمن إن محاضرتي انتهت والطلاب طلعوا من هاي المحاضرة. أوكي تمام. نروح للخيار اللي بعده اللي هو open sharing tray، اللي هو لما أنا بدي أعمل sharing للماتيريال تبعتي سواء PowerPoint أو Word PDF file، أو إذا أنا بدي أستخدم الوايت بورد مثلا. أنا عندي آيباد والآيباد هذا معاه بن، بقدر أستخدم خاصية الوايت بورد إذا أنا المحاضرة تبعتي تتطلب مثلا إني أكتب بإيدي. تمام، بروح على الopen sharing tray وopen للوايت بورد، مباشرة بظهر الوايت بورد. طبعا لأني أنا جوا ميتينج ومشغل ميتينج مش راضي يشغل الوايت بورد، مفروض يكون في ون ميتينج عشان يشغله، ولكن الخاصية موجودة هون من الopen sharing tray عندي هاي الوايت بورد. طيب لنفترض أنا بدي أعمل شيرينج لPowerPoint presentation اللي هو PowerPoint presentation، بدي أحمله داخل المحاضرة، بروح على براوز، من براوز بختار إما موجود مثلا البرزنتيشن موجود عندي على الون درايف أو على واحد من التيمز على سكشنال فايلز على واحد من التيمز أو موجود عندي على الكمبيوتر، بدي أعمل له شيرينج من الكمبيوتر، بروح على أبلود فروم كمبيوتر وبختار مثلا الفايل اللي بدي أعمله برزنتيشن، بهاي الطريقة بعمل له أوبن وبعمل له أبلود على التيم اللي هو خاص على المحاضرة اللي خاصة بهذا التيم. طبعا الفايل لما تعمل له أبلود مباشرة راح ينتقل وين؟ على سكشن الفايلز اللي مرتبط بهاي المحاضرة. تمام؟ بنعمل أبلود لملف الباوربوينت بريزنتيشن. لو سمحت باشمهندس، طب انا اذا كان في عندي انا فايل او باوربوينت موجود على الديسكتوب وفتحته، الطلاب ما بيقدروا يشوفوه مباشره؟ بيقدروا يشوفوه اكيد طبعا. يعني مثلا انا ما بدي اعمل ابلود للباوربوينت برزنتيشن، بدي اكون فاتح هذا الباوربوينت برزنتيشن مسبقا عندي على الجهاز. اها خلينا نختار باوربوينت برزنتيشن، بكون فاتح الباوربوينت برزنتيشن على الجهاز مسبقا ومجهزه. تمام، ولما بدي ادخل داخل المحاضره راح اروح على اوبن شيرنج تري، راح اختار خيار اللي هو الديسكتوب او ويندو، وعندي ثلاث خيارات هون، اما بشارك الديسكتوب كامل يعني اي شيء بفتح على الديسكتوب بشوفه الطلاب، او بدي اعمل مشاركه لشيء معين لابلكيشن معين. تمام، فاتح انا مثلا PowerPoint presentation بهاي الطريقه على طول بيظهر لي اياه كواحدة من الابلكيشن اللي انت فاتحها، بضغط على خيار شير وبعمل شير للPowerPoint presentation مباشره بظهر للطلاب وببلش اشرح على السلايد اللي انا بدي اياها مباشره. يعني انت قصدك انا لما اعمل شير خلصت بعمل ستوب للشيرنج، لما انا بدي اعمل شيرنج لا PowerPoint. عفوا باشمهندس، يعني انا لما بدي اعمل شير هسه كل شيء اول سيت، بدي اعمل شير بحيث انه يظهر على الشاشه للطلاب، فانا بروح على شير بختار اي ملف بدي اياه وبفتحه، لما بفتحه بده بصير شيرنج للطلاب على طول مباشره. انا لما بروح على خيار اللي هو الشير وبختار السكرين وبختار الابلكيشن اللي انا بدي اعمل له شير، نفترض مثلا بي دي اف فايل انا فاتحه مثلا على المتصفح. اوكي هاي البي دي اف فايل، بختار فايل وبعمل شير مباشره بظهر للطلاب بهاي الطريقه وببلش اشرح. انا مثلا بدي استخدم خيار اللي هو البن،
عشان أعلم على مثلاً جملة معينة أو شيء معين وأنا بشرح بهذه الطريقة، أو أستخدم الهايلايت مثلاً أعمل هايلايتنج على جملة معينة وأنا بشرح بهذه الطريقة. تمام؟ هاي طبعاً أنا فاتح PDF فايل من خلال متصفح هو الإيدج المايكروسوفت إيدج، وإذا استخدمت المايكروسوفت إيدج فتحت PDF فايل على الإيدج راح تلاقي مفتاح أمامك اللي هي الدروب، تقدر تستخدم قلم وتحدد لون معين وتصير تحدد مباشرة على الإشي اللي أنت بتشرحه، أو تعمل الهايلايت على جمل معينة بهذه الطريقة. وفي عندك خيار طبعاً الإيريز عشان تمحي وطلابك مثلاً ما يتوهوا، عندك خيار إيريز. هاي الأوبشنز متاحة من خلال متصفح المايكروسوفت إيدج، بتقدر تعمل له داونلود من تدور عليه على جوجل. مايكروسوفت إيدج هو مشابه للجوجل كروم ولكن فيه خصائص زيادة حطتها مايكروسوفت كونه هو انتجريتد مع مايكروسوفت أبليكيشنز. تمام؟ إذا رجعنا حكينا شفنا من وين أنا بقدر أعمل شير، إذا من خلال هاي الخيار Open Sharing Tray بقدر إما أعمل شير لوايت بورد أو أعمل براوز أحمل PowerPoint Presentation على المحاضرة وتضلها موجودة على التيم نفسه، أو خيار اللي هو أعمل شير للديسكتوب تبعي، إما بعمل شير للديسكتوب كامل أو بدي أعمل شير لأبليكيشن أنا فاتحها على الديسكتوب عشان بدي أفتح شيء ثاني ما يشوفه الطلاب، بختار الأبليكيشن اللي فقط بدي إياه يشوفوه بعمل له شير. أو إذا أنا ممكن أستخدم البي دي أف عن طريق المتصفح المايكروسوفت إيدج، ممكن أختار البي دي أف فايل وأعمل له شير مباشرة. هاي هي الخيارات المتاحة لك داخل المحاضرة، شفنا كيف تقدر تشوف الطلاب مباشرة، وقلنا من خلال هاي الشاشة بقدر أعمل داونلود للأتندنس ليست أو أغير البيرميشنز تبعت المحاضرة نفسها. شفنا خيار الشات كيف أنا بقدر أعمل شات مباشرة مع الطلاب، وزي ما أنتم شايفين الريكوردينج اللي أنا أنهيته ظهر على الشات اللي هو سكشن البوست على مستوى التيم، هلا راح نروح نشوفه. شفنا خيار الريز هاند، شفنا من الثلاث نقاط كيف أنا لازم أعمل ستارت وستوب للريكوردينج، وشفنا من وين لازم أعمل إند للميتينج عشان أضمن إنه المحاضرة انتهت والطلاب طلعوا منها، وشفنا الشيرينج كيف أنا بقدر أعمل شيرينج وخيارات الشيرينج المتاحة أمامي. طبعاً الخيارين هذول إذا بدي تعمل ميوت للمايك أو تطفي أو تضوي الكاميرا. برضو خليني أفرجيكم خيار جميل للي بيحب يعمل شير للكاميرا وبده يخفي الباك راوند اللي عنده، بيقدر يروح على الثلاث نقاط، مجرد ما طول الكاميرا بيقدر يروح على الثلاث نقاط. في عنده خيار اللي هو مش ظاهر عندي بهذا الميتنج لأن في ميتنج ثاني، هو الخيار إذا بتروح على الثلاث نقاط اسمه change background. في عنده خيارات على change background راح أفرجيكم إياها من خلال الميتنج اللي إحنا فيه بهاي الطريقة. في عندي خيار بالثلاث نقاط، في عندي apply background effect إذا فتحت عليها زي هيك مثلا أنا ضاوي الكاميرا وفتحت على هذا الخيار بقدر أختار الخلفية اللي أنا بدي إياها تظهر، ما بدي يظهر وراي مثلا الغرفة اللي أنا فيها، بختار الخلفية وبعمل apply مباشرة تتغير الخلفية للصورة تبعتي اللي ظاهرة أمامكم، مفروض صورتي ظاهرة عندكم صح؟ تمام. إذا من وين هذا الخيار موجود؟ من الثلاث نقاط بعد ما أكون أنا ضاوي الكاميرا تبعتي مباشرة من هذا الخيار. خليني بس أطفي الكاميرا بالميتنج الثاني. تمام. رحت على الثلاث نقاط على Apply Background Effect، بختار الإفكت اللي أنا بدي إياه مثلا وبعمل Apply. مباشرة زي ما انتم شايفين صورتي هون مباشرة تغيرت الخلفية للكاميرا اللي انا عاملها شير. تمام. اذا هاي الخيارات المتاحة امامك صارت اثناء المحاضرة الاونلاين. حكينا خلصت المحاضرة تبعتك بروح على الثلاث نقاط بعمل end للميتنج. لما بعمل end للميتنج بضمن انه كل الطلاب طلعوا من هذا الميتنج وبرجعك على التيم اللي انت كنت عامل فيه المحاضرة، وزي ما احنا شايفين موجود الريكوردينج على التيم مباشرة وبيقدر يعمل له داونلود الطالب ويحضره بالوقت اللي بده إياه. طبعا بعد 20 يوم هذا التسجيل بروح، طبعا هذا التسجيل مخزن. بعد كم يوم هذا بروح التسجيل؟
بعد 20 يوم. بعد 20 يوم يعني أنا ما بقدر أتحكم فيه إني مثلاً أقيمه إذا أنا كنت بعمل تيست أو شيء، ما بقدر أحذفه صح؟ لا، بضله موجود لمدة 20 يوم. أوكي أوكي بالضبط. أوكي. إذا بدي إياه عشان مثلاً أحمله على منصة المايكروسوفت ستريم، بعمل داونلود لهذا الفيديو وبضله محفوظ عندي، ممكن أحمله على الون درايف أو ممكن أحمله على منصة مايكروسوفت ستريم. طيب، في أي أسئلة عندك لهون أسامة على المحاضرة الأولى؟ خلنا عليها. عفوا، لو قلت له داونلود بقدر أخذنه بمحل اللي أرجع له أنا؟ أكيد طبعا. أوكي أوكي. مهندس عمر، تعمل له ديليت الفايل هذا إذا مثلا بدك إياه؟ بنسطب لحاله بعد 20 يوم. لا أنت مثلا أوكي، يعني بدي أشطبه مباشرة، بدي شيء ينزل له. ما أقدر، حاولت أنا ما قدرت. الخيار غير متاح، هو لحاله بنسطب بظله محفوظ هون، ولحاله بروح بعد 20 يوم، ما عندك الخيار لإزالة هذا الريكورد. لا ذاتس كوركت. بالضبط. إذا أنا مثلاً بدي أستخدم إشي للتستينج، ما بروح بعمل التستينج على المساق نفسه، بروح بعمل كرييت لكلاس تيم وما بضيف حدا عليه، بكون أنا أونر لحالي عليه، وبعمل التستينج اللي بدي إياه على هذا التيم. تفضل أسامة. في الدكتورة هند تسأل إذا كان في عندها شعب متعدد لمادة واحدة، كيف ممكن تكون مصادر مشتركة إني أنزلها لكل شعب، لكل الشعب بأمر واحد، دون ما أنزل لكل شعبة المصادر تبعونها؟ تمام. هلا كريسورسز، لما بدي أنا أبعث ريسورسز معينة لأكثر من شعبة، هو لازم أبعثها شعبة شعبة. يعني لنفترض إنه الريسورسز موجود عندي على الون درايف، تمام، بهاي الطريقة مثلا. هذا الفايل بدي أوديه لتيم معين، بروح على هذا الفايل كوبي، بروح على براوز تيمز مثلا تيست كلاس تيمز على الجنرال، وبعمل كوبي بعديها مره ثانيه. مثلا هذا الفايل موجود، اذا بدي اعمل له ريبليس او كيب بوز، تمام، ومره ثانيه بنفس الطريقه بعمل كوبي وبروح على التيم اللي بعده، وهكذا. لازم اروح تيم تيم واودي لهم الريسورسز مره واحده. تفضل اسامه. تمام. كيف ممكن اخلي انه حد يتحكم بالشاشة اكثر من واحد بنفس الوقت؟ هاي سؤال. ونفس السؤال له علاقة انه بقدر اخلي الطالب يشارك معي ملف على، يعني يعمل شير للديسكتوب تبعه، يعمل شير لملف على الديسكتوب تبعه ولا لا خلال الميتنج، واحط عليه ملاحظات ولا لا؟ جميل. هلا داخل المحاضرة حكينا انا جوا المحاضرة، طبعا باي بوليسي احنا بالتعاون مع مركز التعلم الالكتروني راح نطبق بوليسي على كامل الطلاب، بحيث انه ما يقدروا يعملوا شيرنج او ستارت او ستوب للريكوردنج، نمنع عنهم الصلاحيات. ولكن انت كدكتور للماده داخل محاضرتك عندك صلاحيه انك تقدر تعمل تخلي طالب بريزنتر من وين، اذا داخل المحاضره بروح على شو بارتيسيبنت على ثلاث نقاط، على مانج بيرمشن مباشره بفتح لك المتصفح على صفحه البيرمشن تبعت المحاضره، وعلى الهو كان بريزنت باي ديفولت راح تكون موجوده على الاونلي مي باي بوليسي اللي راح نطبقها. انت كاونر راح تيجي على هو كان بريزنت، تحط على سبيسيفايد بيبل، وتختار الطالب اللي انت بدك اياه يعمل شير للسكرين تبعته، بتختار الطالب وبتعمل سيف، مباشره الطالب تنفتح عنده الصلاحيه وبيعمل شير لا الماتيريال اللي انت بدك اياه. يعني هاي من هاي الصفحه بقدر انا مثلا اخلي طالب معين يعطي برزنتيشن، صح هيك؟ نعم صحيح. صحيح؟ نعم صحيح دكتور. اوكي اوكي. طيب، وجوابا للشق الثاني، اذا الطالب بده يعمل مشاركه وانا مشاركه لفايل معين، هلا الطالب بيقدر من خلال سكشن التشات في عنده خيار الاتاتشمنت، بيقدر يعمل اتاتش ويعمل ابلود لفايل معين، والفايل هذا بوصلني بقدر افتحه انا واشر له على شيء معين مثلا. وطريقه ثانيه اسهل لعمليه المشاركه، اذا انا عملت شير للديسكتوب بهاي الطريقه وعملت شير للديسكتوب كامل، هلا هذا الديسكتوب ببين عند الطلاب، بروح انا على التيم وبفتح الكلاس نوت بوك وبحكي له للطالب حط لي الفايل على الكلاس نوت بوك تبعك،
وبروح بفاتح الكلاس نوت بوك وعلى اسم الطالب من هذا السهم بروح على اسم الطالب، نفترض أسامة شاركني بشيء معين، بفتح واروح على الهاند نوتس مثلا وبشوف الفايل اللي هو فتحه وبصير اكتب له ملاحظات مثلا معينه او امنشن له على الشيء المعين. هاي مثلا من الخاصيات الجميله على كلاس نوت بوك، هيك بضمن انه الملف ضله محفوظ عند الطالب والملاحظات تبعت اللي حطيت له اياها ضلت محفوظه وبقدر يرجع لها باي وقت من خلال الكلاس نوت بوك، وهيك بقلل من عملية الأبلود لمستوى فايلات بإني ما أعمل كونسيومينج للمساحة تبعت الفايلز على مستوى التيم، بقدر أستخدم الكلاس نوت بوك كبديل لعملية مشاركة للدوكيمنتس. تمام، تفضل أسامة. مين مفروض يعلم الطلاب كيف يستخدموا تيم؟ سؤال جميل جدا. هلا احنا بالتعاون مع مركز التعلم الالكتروني من خلال الدكتور محمد سمادي راح نشاركه بكل الماتيريال سواء فيديوز او بي دي اف فايلز، والاستاذ الدكتور محمد سمادي يعني هو اكيد يعني ادرى بطريقه ارسال هاي الماتيريالز للطلاب. تفضل دكتور محمد سمادي. يعني في عندنا تو دايركشنز، اما بنعمل لايف سيشن للطلاب بهذا الشكل او بنشاركهم فيديوهات، وبنفس الوقت يعني احنا يعني بنهيب بالزملاء اللي بدرسوا باستخدام التيمز انه تكون اول محاضره تعريفيه من قبلهم لامكانيات التيمز، يعني يطلع مع طلابك فيديو و ورجيهم كيف ممكن يروحوا للفايلز، كيف ممكن يضيفوا بوست، كيف ممكن يعملوا ريبلاي على بوست، كيف ممكن يشاركوا بكويز and so on. يعني يكون خلينا نقول مسؤولية جماعية على الجميع. شكرا. تمام. طيب راح أخر شوي أسئلتك أسامة حتى لأنه إحنا الوقت أسعفنا وظل في خاصية جدا مهمة اللي هي الأسايمنت. راح أباشر مباشرة أشرح على الأسايمنت، بعدها نجمع كامل الأسئلة ونأخذها مرة واحدة. إذا بدي أعمل أسايمنت على مستوى التيم أو المساق تبعي، طبعاً في كل تيم شايفين في عندنا الديفولت تابس هاي اللي هي البوست، الفايل، الكلاس نوت بوك، الأسايمنت والجريدز. طبعاً الجريدز هي العلامات اللي راح تظهر بعد ما أنا أكون عملت أسايمنت أو كويز للطلاب، العلامات دايركتلي تترصد على الجريدز، بيصير الطالب عارف المكان اللي بيشوف فيها علاماته لكل الكويزز او الاسايمنتس اللي هو عملها. راح اتوجه لاسايمنت، من الاسايمنت راح نمشي بالخطوات كيف راح نعمل كرييت لاسايمنت. راح اروح على كرييت اسايمنت وابلش باعدادات خطوات الاعداد للاسايمنت. الخطوه الاولى راح تكون اللي هو عنوان هذا الاسايمنت. تمام، تست اسايمنت مثلا الاوبشن اللي تحتيه الاد كاتيجوري اللي هو اذا بدي اضيف عنوان فرعي مثلا، ممكن اذا حاط انا خلينا نحكي امتحان مثلا كمبيوتر ساينس، ممكن بالسب كاتيجوري يكون عنوان لرقم الصفحه مثلا اللي فيه هاي الاسايمنت. بالانستراكشن هي عباره عن انستراكشن على مستوى الاسايمنت هاي، شغلات معينه، ملاحظات معينه بتهم الاسايمنت هاي بكتبها بهذا المكان، او اذا بدي احط له مثلا رابط معين لموقع معين كمرجع يستخدمه بالرجوع لهي الاسايمنت، في عندي اشاره اللينك اللي احنا شايفينها هاي، وبقدر اجيب الرابط لاي لينك بدي اياه واحط له اياه مباشره على هذا الاسايمنت. اذا ضغطت على اللينك حطيت له اياه بهاي الطريقه، حطيته صح بصف اللينك موجود عنده وبكبس عليه باي طريقه. هلا راح نشوف كيف راح يظهر. Add resources، إذا أنا الأسايمنت كاتبها على ملف وورد مثلا، كاتب مجموعة أسئلة على ملف وورد، إذا ضغطت على Add resources، Add resources مباشرة بظهر لي هاي الخيارات، وبقدر الريسورسز أجيبها من الوان درايف إذا كانت موجودة على الوان درايف، وممكن الريسورسز تكون موجودة على الكلاس نوت بوك، وشفنا كيف أنا بالكلاس نوت بوك بقدر أخزن ملفات مثلا أو ريكوردينج أصوات معينة، بقدر أجيبها من الماتيريال مثلا انا حاطها بالماتيريال تبعت الاستاذ اونلي مين، بقدر من هاي الماتيريال اخذها. ممكن الريسورسز تكون عباره عن لينك، اشارك معاه لينك معين لموقع معين مثلا، اعمل ريفيو لهذا الموقع واكتب لي مثلا ملاحظاتك. ممكن افتح نيو فايل برضه وابلش اكتب اسئله مباشره وانا جوا التيم، جوا منصه التيم اجهز الاسئله، او
حتى ايفن اذا كان الريسورس موجود على سكشنال فايلز بواحد من التيمز تبعوني، بروح على التيم بياخذني على سكشنال فايلز، مثلا انا حاط بالكلاس ماتيريال او بالدوكيومنتس، على طول بيفتح لي شو الدوكيومنت اللي انت بدك تعمل له شير مباشره، او موجود الدوكيومنت عندي على الجهاز بروح على ابلود فروم ذس ديفايس، بيفتح لي الملفات عندي على الجهاز، بختار الملف اللي بدي ارفعه وبعمل اوبن، بعمل ابلود لهذا الملف بهاي الطريقه، خلص الابلود على طول بضغط على دن، بيظهر عندي الملف مباشره كاتاتش مع الاساينمنت اللي بدي اوجهها للطلاب. سكشن هون اللي هو سكشن البوينتس العلامات، قديش علامه الاساينمنت هاي، بحط العلامه اللي بدي اياها، واذا بدي استخدم منحنى للعلامات هاي، بدي مثلا الطلاب يكونوا عارفين شو منحنى العلامات، كيف انا راح اقسم العلامات داخل الامتحان، بقدر اعمل نيو روبريك مثلا واكتب الاسم اللي بدي اياه، ديسكريبشن اذا كان في وصف ل هذا المنحنى، وببلش بستخدم كريتيريا مثلا لكل علامه او كل شو اسمه، يعني ممكن هاي الاكس بدل اكسلنت تكون علامه مثلا من 5 او من 4 او من 3 حسب شو المنحنى اللي انت بدك تعامله للاساينمنت هاي. بس تخلص من المنحنى راح تضويه وتعمل له اتات، طبعا المنحنى العلامات بيظهر للطلاب مباشره، بيظهر عند الطلاب. المربع اللي بعده اللي هو الاساين تو، لمين انا بدي اوجه هاي الاساينمنت، طبعا لاني داخل التست كلاس فهي باي ديفولت كاتب التست كلاس، بقدر اغيرها واوجهها لفريق ثاني، بيظهر لك المساقات الموجوده عندك، ممكن تختار مساق ثاني. الخيار هون اذا انا ما بدي اودي الاساينمنت لكل الطلاب، بقدر اختار فقط الطلاب اللي انا بدي اياهم تظهر لهم هاي الاساينمنت، او بخليها للاول ستودنت. الخيار اللي بعده اللي هو الدو ديت والدو تايم، طبعا راح اشرح لكم اياها من خلال الايديت حتى اسهل لكم المعلومه، راح اروح على الايديت. بالايديت بظهر عندي الثلاث خيارات هذول، اول خيار من فوق امتى بدي تظهر هاي الاساينمنت عند الطلاب بالوقت والتاريخ، اي ساعه بدي اياها تظهر. الدو ديت امتى لامتى معاهم يسلموا هاي الاساينمنت، مثلا معاكم لتاريخ 3 الشهر الساعه 12 ظهرا. الكلوز تايم اللي هو امتى انا بسكر هاي الاساينمنت، ببطل استقبل السبميتل تبع الطلاب، تمام. نفترض انه هذا كويز والكويز هذا معاهم لغايه الساعه 12 يسلموه، طبعا بالكلوز تايم بترك مجال 10 دقائق، لانه في عندنا بالاردن مشكله على مستوى الانترنت، ممكن الطالب مثلا انا حاط الانتهاء الدو تايم الساعه 12، الطالب على 11:59 عمل السبميت، ولكن بسبب بطء الانترنت تاخر لوصلني، والكلوز تايم كان بنفس الوقت، فهيك راح السبميتل تبع الطالب. عشان اضمن انه السبميت تبعه يوصل بترك مسافه مثلا 10 دقائق، 10 دقائق ربع ساعة ما بين الدو ديت والدو تايم. إذا مثلا هون أنا حاطه، خليني أحطه بوقت واضح 5 بي أم مثلا، هون راح أحطه أنا على الخمسة وربع مثلا، أو 5 وثلث مثلا، أو 5 ونص. طبعا الطالب اللي راح يعمل السبميت بعد الخمسة راح يعمل يوصل السبميت تبعه، ولكن راح يكتب لي نوتيفيكيشن إنه الطالب هاد تيرند إن الساعة 5:10، او عمل سبميت على 5:10، الطالب مثلا سين على 5:15 وهكذا، تمام. طبعا البوست تايم لازم احط بوست تايم، مثلا بدي اياه يظهر اليوم الساعه مثلا، احنا اذا مره ثانيه بدي اياه يظهر اليوم، بضوي امتى بدي اياه يظهر، وبختار الوقت، مثلا بدي اياه يظهر الان، احنا الساعة واحدة مثلا، هاي واحدة ونص، اوكي الساعة حاليا واحدة وتلت، حطها واحدة ونص، تمام. بختار الـ due date والـ close date للـ assignment، بضغط على done، خلصت عملية الإعدادات للـ assignment، بعمل schedule مباشرة الاسايمنت هاي بالوقت والتاريخ اللي انا حددته، بتظهر فيها نوتيفيكيشن عند الطلاب، طبعا النوتيفيكيشن بتيجي على الاكتيفيتي، بالاكتيفيتي بكتب له النوتيفيكيشن انه في عندك حاليا اسايمنت، وبرضه على التيم على البوست مباشرة
راح تظهر الاسايمنت، وبيقدر يروح على الاسايمنت مباشرة. طبعا ما راح تظهر عنده بهذا السكشن غير بالوقت والتاريخ اللي انت حطيت له اياه. يعني كيف راح يكون الفيو عند الطلاب؟ راح ندخل على اسايمنت، انا عامل لها تيست. الطالب طبعا بهاي الطريقة بعد ما يكون فتح الاسايمنت، طبعا الفيو عنده بهاي الطريقة راح يشوف هون الستودنت فيو. الطالب بشوف المادة، بشوف بقرأ التعليمات اللي كاتب له اياها الدكتور، بشوف قديش في بوينتس على هاي الاسايمنت، بيقدر يفتح الفايل مباشرة. طبعا ما راح يطلع من التيم، ولو ما عنده المايكروسوفت وورد نازل بيفتح عنده الوورد مباشرة داخل منصة التيم، وبلش يجاوب على هذا الامتحان مباشرة وهو جوا التيم. إذا راح عمل إيديت دوكيمنت، إيديت مباشرة على طول بيفتح له مجال الإيديت. طبعا كل طالب له النسخة تبعته، يعني هم ما بيعملوا إيديت على نسخة واحدة، كل طالب بيفتح الأسايمنت فهو له النسخة تبعته، ببلش يكتب الإجابات تبعته، وبعد ما يخلص بيسلم هاي الإجابات مباشرة. طبعا زي ما اتفقنا ما في عندنا سيفينج لحاله، الدوكيمنت بنعمل له سيف، بس يخلص الطالب كل ما عليه انه يعمل كلوز. وبعد ما يعمل كلوز طبعا بتكون ضاوية عنده كبسة تيرند ان، بيكبس على تيرند ان، بروح عند الدكتور، بيظهر بهاي الطريقة. طبعا الدكتور بس يوصل الواجب تبع الطالب راح يروح على تيرند ان حتى يشوف إجابات الطالب. بنفتح على طول الدوكيمنت، الوورد دوكيمنت مباشرة عنده، بيقدر يعمل عليه إيديت، بيقدر يحط ملاحظات على إجابات الطالب، وبس يخلص بيحط العلامة تبعت الطالب وبيعمل ريتيرن مباشرة. بيرجع هذا الواجب عند الطالب عشان يفتح ويشوف الإجابات تبعته أو ملاحظات الدكتور، ويشوف علامته اللي راح تظهر عنده. طبعا الطالب اللي أنا بصلحه بتحول من to turn لا return، انه هذا الطالب تصلح، واذا كان في فيدباك حاطه انت الفيدباك بوصل هون بهاي الطريقه، بقدر اشوف الفيدباك تبع الطالب او الفيدباك تبع الدكتور اذا الدكتور حاطط فيدباك معين. وبرضه الدكتور له الخاصيه انه يعمل اكسبورت لكامل كريبورت، يعني لكامل الاسايمنت اللي هي كاكسل شيت، بتظهر عنده بهاي الطريقه، فيها اسم الطالب، الفيرست نيم واللاست نيم للطالب، ايميله، اسم الاسايمنت اللي هو عملها، اسم الاسايمنت اللي هو عملها، وقديش العلامه اللي جابها بهاي الاسايمنت. واذا كان في فيدباك على طول بيظهر الفيدباك. اكسل شيت بتضلها موجوده عندك وسيفد على الجهاز كمرجعيه او ريبورت لإلك على مستوى الاسايمنتس اللي انت عملتها او الكويزز اللي انت راح تعملها. تمام، هاي فيما يخص الاسايمنت اللي انت راح تصلحها مانيولي، يعني الاسايمنت اللي انت بتستخدمها بهاي الطريقه، هاي الاسايمنت انت راح تصلحها مانيولي. راح تيجي على تكبس على الاسايمنت وتدخل على الطالب اللي سلم هاي الاسايمنت، وتبلش تقرا بالاجابات تبعته. طبعا هاي فورم، هلا راح نشوف الفورم كيف راح نعمل فورم، هذا الفورم اللي هو بتصلح لحاله. تمام، طيب اذا شفنا الاسايمنت كيف انا بقدر اعمل اسايمنت والخطوات تبعت الاسايمنت، وحكينا بالاسايمنت لازم انت كدكتور تدخل وتصلح هاي الاسايمنت، ما بتتصلح لحالها، اللي هو هذا النوع. راح نشوف النوع الثاني اللي هو الكويز، كيف انا بقدر اعمل فورم واحط فيه اسئله زي مالتيبل تشويس ويتصلح هذا الفورم لحاله وتظهر العلامات او ما بدي تظهر العلامات عند الطالب. اذا راح اروح على كرييت كويز، إذا أنت عامل فورم مسبقاً فراح يجيب لك إياه هون بهاي الطريقة. راح أمشي أنا بالخطوات، راح أعتبر أنه أنا ما في عندي فورم، راح أعمل فورم من أول وجديد، وراح نشوف كيف خطوات سلسة وسهلة جداً ومباشرة لعمل فورم بدون ما يكون عندك أنت أي سابق علم بالبرمجة مباشرة. طبعاً زي ما إحنا اتفقنا، طول ما أنا بشتغل على الأوفيس 365 فأنا عندي دائماً أوتو سيفينج. تمام؟ راح اروح احط عنوان لهذا الفورم، مثلا كمبيوتر سي اس كويز. المربع الثاني اذا عندي ديسكريبشن معين او ملاحظات معينه على مستوى هذا الكويز مباشره بقدر احطها هون. بقدر ارفق صوره برضه للعنوان مع العنوان، ممكن الصوره تكون عن طريق الانترنت، بقدر ابحث عنها كايمج واحطها بهاي الطريقه، تظهر عندي زي نوع من انواع الترتيب على مستوى الفورم. راح اروح اعمل اد نيو، في عندي نوعين من الاسئله، مالتيبل تشويس
أو تكست. طبعاً الريتنج والديت هاي أنواع تستخدم بالفورم، وممكن برضو استخدام الريتنج كسؤال داخل الكويز. راح أروح أختار multiple choice question، بحط عنوان السؤال اللي أنا بدي إياه، وبحط الأوبشنز اللي هي الإجابات، إجابات السؤال هذا اللي هي الخيارات. طبعاً بقدر أزيد الخيارات قد ما بدي أو ألغي الخيارات هاي. على الخيار الصحيح لازم أحط صح عشان يفهم الفورمز شو الخيار الصحيح ويعطي العلامة تبعت هذا السؤال. علامة السؤال بهذا المربع، مربع البوينتس، بحط علامة السؤال مثلاً علامتين على هذا السؤال. إذا كان السؤال يحتمل أكثر من إجابة في عندي هذا الأوبشن اللي هو multiple answer، بضغط عليها بهاي الطريقة وبختار مثلا الاوبشن 1 والاوبشن 2 هم الاجابات الصحيحات، واذا ما بدي اياه بقدر اطفيه مباشرة. required اللي هي بدي لازم هذا السؤال يتجاوب، ما بقدر يعمل submit للامتحان بدون ما يجاوب هذا السؤال، فلازم دائما اضوي هذا الخيار حتى اتاكد انه الطالب ما نسي يجاوب على سؤال معين. تمام. طبعا الاعدادات تبعت السؤال اذا ما بدي اكررها، يعني ما بدي كل مره اروح واحط مثلا علامتين اضوي الريكوايرد، في عندي مثلا خيار على مستوى السؤال نفسه، اذا بروح على الثلاث نقاط في عندي خيار اسمه شفل اوبشن. شفل اوبشن يعني غير لي ترتيب الخيارات على مستوى السؤال نفسه، يعني مثلا هذا السؤال يحتمل ثلاث خيارات، معناته يحتمل ثلاث نماذج. عند عمر السؤال اجابه السؤال هذا جاي على اوبشن A، عند محمد الجواب الصحيح جاي على اوبشن بي، وعند خالد الجواب الصحيح جاي على اوبشن سي. ثلاث نماذج على مستوى السؤال نفسه، وين هذا الخيار موجود بالثلاث نقاط الشفل اوبشن. تمام. في عندي خيار برضو ماث، اذا كان هذا السؤال يحتمل اجابات فيها مسائل رياضيه او رموز رياضيه، في عندي خيار الماث، اذا بضوي خيار الماث بالاجابات هنا بصير اقدر استخدم خيار الرموز الرياضية، رموز رياضية. تمام. اللي هو خيار الماء. خلصت مثلا اعدادات السؤال هذا، بقدر اكبس على كوبي بصير يعطيني نسخ من السؤال. صار في عندي ثلاث اسئلة فيهم نفس الاعدادات، بصير انا بس بروح على السؤال بغير الكويشن وبغير الاجابات وبروح على اللي بعده وهكذا. خلينا نشوف السؤال اللي هو التكست، الاجابة النصية. بكتب السؤال اللي أنا بدي إياه، وبنفس الطريقة إذا بدي أرفق صورة بقدر أرفق صورة برضو. بحط إذا في سبتايتل للسؤال، طبعا أنا ضويت السبتايتل، إذا في سبتايتل ممكن أضوي من هون إذا ما بدي سبتايتل مباشرة. في عندي طبعا نوعين من الأسئلة النصية، يا بيكون السؤال يحتمل إجابة قصيرة يعني مثلا كلمة أو كلمتين، بحط الإجابة القصيرة اللي أنا بدي إياها. تمام. وممكن احط اكثر من اجابه، اذا تحتمل اكثر من اجابه بحط اكثر من اجابه، مثلا answer 1 answer 2 على حسب شو الاجابه. واذا بدي اياها اجابه طويله يعني نص طويل بضوي خيار اللونج انسر، وهذا طبعا السؤال لما بتضوي اللونج انسر ما راح يتصلح لحاله، لما تدخل انت على الفورم تعطي علامه السؤال بعد ما تقرا الاجابه النصيه اذا كانت صحيحه ام لا. تمام. بتحط علامه السؤال بهاي الطريقه، وطبعا بيكون الاوبشن تبع ريكويرد مضوي، اذا ما بدك اياه بتطفيه اذا هو سؤال اختياري. تمام. خلص اعدادات الامتحان. ايش في عندي شغلات برضو على مستوى الامتحان؟ بقدر اعمل ثيم، اضيف ثيم لهذا الامتحان تجميلا مثلا لهذا الامتحان، بقدر احط ثيم بهاي الطريقه. برضو في عندي اوبشن للبريفيو، بقدر اشوف الامتحان كيف راح يظهر عند الطلاب على مستوى الكمبيوتر، كيف راح يظهر عند الطلاب او كيف راح يظهر حتى على التليفون، حتى على الموبايل كيف راح يظهر، عشان ما يجيني طالب يقول لي والله يا دكتور الشاشة عندي ما أظهرت لي السؤال الأخير. لا، أنت بهذا الخيار بتكون شايف بالضبط كيف راح يطلع الفورم على التليفون عند الطالب. خلصت إعدادات الامتحان. هنشوف الإعدادات هون طبعا الثلاث نقاط، بروح على الثلاث نقاط على السيتنجز. في عندي أول خيار اللي هو إذا ما بدي العلامات تظهر عند الطلاب بطفيه بهاي الطريقة، ما بتظهر العلامات عند الطلاب، او بضوي اذا بدي العلامه مباشره بعد ما يعمل السبميت تظهر علامته بضوي له هذا الاوبشن. برضه من الخيارات اللي بدنا نشوفها هون، طبعا ما راح اغير بهذا الاوبشن لانه بهمني يكون اسم الطالب موجود، وبهمني الطالب مره واحده يجاوب على هذا الفورم. تمام. ولازم طبعا اكيد لازم اعمل اكسبت للريسبونسز، فما راح اغير اي شيء من الخيارات هذول الا هذا الخيار اللي هو شفل كويشن. زي ما انا كان عندي خيار متاح
شفلينج على مستوى الاوبشنز للسؤال متعدد الخيارات، برضو عندي خيار شفلينج على مستوى الاسئله كامله لكامل الامتحان حتى يكون عندي اكثر من نموذج، وعندي خيارين فيها، يا بعمل شفلينج لكل الاسئله او بحدد مثلا من السؤال الاول للرابع من الثاني للسادس وهكذا. هاي خيار الشفلينج من الثلاث نقاط، من وين جبت الشفلينج، رحت على الثلاث نقاط على السيتنجز ونزلت تحت على شفل كويستشنز عشان يعمل لي شفلينج لكل الاسئله. خلصت اعدادات الامتحان، راح اسكر الفورم وارجع لعند الاسايمنت، راح اعمل كرييت مره ثانيه على كويز عشان يجيب لي الفورم اللي انا عملته كواحدة من الفورمز اللي انا سويتها، بختار الفورم اللي انا عملته بعمل نيكست وبتظهر لي نفس الاعدادات تبعت الاسايمنت العاديه. اللهم انا بالاسايمنت الاول انا اللي عملت اتاتشمنت للوورد فايل، بهاي الاعدادات الاتاتشمنت عباره عن فورم وبنعمل له اتاتش مباشره. الشيء الوحيد اللي مطلوب منك تغيره بعد ما تعمل الفورم هذا اللي هو تروح على الدو تايم والدو ديت من خلال الايديت وتحدد امتى بدي يظهر هاي الاسايمنت للطلاب وامتى بدي تسكر وقت هاي الاسايمنت للطلاب. خلصت راح تعمل اساين وعلى طول بالوقت والتاريخ اللي انت حددته راح يظهر عند الطالب كنوتيفيكيشن على الاكتيفيتي، وبرضه راح تيجي على التيمز ظهرت النوتيفيكيشن بهاي الطريقه، بتظهر وبترن عند الطالب وبتعطي اشاره على التيم اذا راح على الاكتيفيتي بيقدر يشوف هاي الاسايمنت مباشره ويعمل فيو للاسايمنت. طبعا هاي الفيو تبعت المعلم، بهاي الطريقه الطالب لما تروح الاسايمنت عند الطلاب، طبعا الطالب اللي ما فتح بعطيني تيرند ان، يا ريت انس واسامه تفتحه حتى نشوف كيف راح تتغير الستيتس. بهاي الشاشه طبعا انت بتقدر تتابع الطلاب والستيتس تبعت الطلاب اذا فتحوا او ما فتحوا، مين فتح مين سلم، هلا راح نشوف كيف راح تتغير. الستودنت فيو راح نشوفها بهاي الطريقه، بهاي الطريقه راح يجي الامتحان عند الطالب بيفتح على الفورم مباشره جوا المايكروسوفت تيم، بيفتح له الفورم حتى يبلش يجاوب على الاسئله اللي حطيت اياها بالفورم هذا. وطبعا زي ما شفنا بموبايل او كمبيوتر بيقدر يفتح الفورم ويجاوب، وبيقدر يحط النقاط الاسئله ويجاوب على كل الاسئله اللي بده اياها وبس يخلص يعمل سبميت. تمام. طبعا الطالب لما يفتح الاسايمنت الفيو عند الدكتور راح تختلف مباشره. مثلا هذا الطالب فتح الامتحان اعطاني انه فيود، واول ما يخلص يعمل سبميت مباشره راح تتغير راح تتغير الستيتس تبعته لا تيرند ان، وراح تيجي بهاي الطريقه تتغير الستيتس لا تيرند ان. تقدر انت تشوف الامتحان تبعه وبديش الاجابات اللي جاب فيها مباشره بهاي الطريقه. السؤال اللي مجاوبه خطا على طول بحط لك اياه خطا، وطبعا متاح لك كدكتور تغير العلامه اللي اخذها اوتوماتيكلي، بتقدر تغيرها انت كدكتور، مثلا بدي اعطيه نص علامه بدل على او علامه واحده، وهنا مثلا الجواب صحيح بدي احط له علامه السؤال. تمام. وبس اخلص بعمل ريفيو للي بعده، طالب اللي بعده بروح جايب لي الطالب اللي بعده، او من هون بقدر اعمل الريفيو، هون مثلا بقدر احط علامه السؤال على طول زي ما احنا لاحظين سيفد على طول بنعمل سيفنج مباشره، وبقدر من هون اختار الطالب او اذا عملت ريفيو نيكست يقلبني على الطالب اللي بعده. خلصت مراجعه للامتحان، بقدر اطبع الريسبونسز اعمل برنت للريسبونسز، او بقدر اعمل بوست للسكورز. بوست للسكورز على طول بتروح للطلاب وبتظهر العلامات عندهم مباشره على التيم تبعهم بسكشن الجريد، اذا راح على الجريد الطالب، اذا راح على الجريد. طبعا هاي الفيو تبعت الدكتور بنفس الطريقه، بيطلع للطالب اسم الامتحان اللي عمله وتحتي علامته اللي اخذها بهذا الامتحان، وهنا بيكون ترصيد كامل العلامات لكل الاسايمنت والكويزز اللي سواها الدكتور داخل الماده هاي او داخل الغرفه الصفيه هاي، وبقدر يعمل اكسبورت تو اكسل حتى ينزل كامل العلامات عنده على الجهاز يضل محتفظ فيها كمرجعيه باكسل شيت مباشره. مباشره بكتب له زي ما احنا شايفين فيرست نيم واللاست نيم للطالب، الايميل تبع الطالب، ايميل الطالب او الحساب تبعه، اسم الكويز والعلامه تبعته والفيدباك على هذا الكويز، اسم الكويز والعلامه تبعته والفيدباك بهاي الطريقه. تمام. اذا شفنا كيف انا بقدر اعمل اسايمنت مباشره
وكيف بقدر أعمل فورم وأعمل له أساين لهذا الفورم على الطلاب، وشوفنا كيف أنا بقدر أشوف الفيو تبع الطلاب إذا سلموا أو ما سلموا الواجبات، وشوفنا كيف بقدر أنا أشوف الواجب أو الامتحان تبع الطالب مباشرة جوا التيم من غير ما يطلعني على أي مكان ثاني، ومباشرة شفنا كيف بقدر أصلح وأعمل ريتيرن للطالب حتى يشوف العلامات تبعته، وشفنا كيف بقدر أنا من خلال سكشن الجريد أشوف كامل ترصيد العلامات وأشوف وأقدر أنزل العلامات مباشرة عندي على. وهيك بنكون تقريبا غطينا كامل الشغلات الأساسية على مستوى منصة المايكروسوفت تيمز اللي من خلالها بتقدروا مباشرة تبلشوا تعطوا المحاضرات أونلاين، تبلشوا تعملوا كولابوريتينج مع طلابكم بدل استخدام الواتساب الخاص أو الفيسبوك بيج، راح تصيروا تستخدموا إشي بروفيشنال خاص بالمدرسة بالجامعة عفوا للتعاون للكولابوريشن للشيرينج للفايلز الماتيريالز من خلال الكلاس نوت بوك. شفنا كيف برضو بتقدر تعمل أسايمنت وكوزز لطلابك، وكيف تقدر تعمل حصة أونلاين وتتخزن مباشرة تظهر عند الطلاب حتى يقدروا يرجعوا لها بالوقت اللي هم بدهم إياه. لهون بنكون خلصنا كامل الشغلات الأساسية، راح نفتح باب الأسئلة للجميع للي حاب يسأل، وبرضو إحنا أفيلبل معاكم إذا حابين برضو تستزيدوا لمع معلومات أخرى إحنا جاهزين، وإذا بيحب الدكتور محمد سمادي بيختم بشيء معين تفضل دكتور محمد. يعني بس إذا في استفسارات بس من الزملاء، لأني بشوف بعض الزملاء رافعين إيديهم، يعني من بعد إذنك مهندس عمر. طبعا أكيد، تفضل أسامة إذا مرتب مجموعة أسئلة تفضل. تمام. سؤال للدكتور محمد الصمادي، بسألوك الدكاترة إنه الامتحانات في حال كان امتحان ميد أو الفاينل أونلاين، فراح نعمله عن طريق المايكروسوفت تيم ولا راح نعمله على الإيليرنينج؟ راح نستخدم منصة الامتحانات الإلكترونية الموجودة في الجامعة اللي هي على الإيليرنينج. ممكن أسأل أنا رافع إيدي؟ طبعا دكتور طبعا، بس من بعد إذنك دكتور خليني بس أكمل النقطة. كمل الكويزز اللي موجوده والاساينمنتس اللي موجوده على المايكروسوفت تيمز، يعني الاساينمنتس تستخدم كاساينمنتس، اما الكويزز اللي هي مبنيه على المايكروسوفت فورمز كمركز تعلم الكتروني احنا بننصح استخدامها للامتحانات البنائيه للفورماتيف اسسمنت، يعني للامتحانات اللي انت بتحب طلابك يتابعوا فيها الماتيريال وتتأكد إنه الكل فاهم عليك وماشيين معك. أما بالنسبة لامتحانات الميد والفيرست والسكند والفاينل ففي عندنا منصة إلكترونية تستخدم لهذا الغرض. شكرا. دكتور أحمد تفضل. شكرا لك. سؤال بسيط، هو الحكي هذا اللي حكينا كله على نظام ويندوز، إذا الواحد بيستخدم الماك أو إس إكس هل راح يعني نخوض نفس التجربة ولا حصير لنا مشاكل؟ سؤال جميل. طبعا ماك لابتوب. جميل. طبعا زي ما حكينا احنا كامل برامج الاوفيس 365 بقدر اشغل عليها من خلال المتصفح، ولانه في مرات بتعارض الابلكيشن لما بدي اشتغل على الماك ممكن تلاحظ في تعارض اذا بدك تنزل الابلكيشن تبع التيم على الماك نفسه، فبفضل لجهاز الماك تستخدم المتصفح البراوزر نفسه، ويفضل انك تستخدم البراوزر تبع المايكروسوفت ايدج، هو كومباتبل راح يكون مع المايكروسوفت تيمز، ومن خلال استخدامه راح يتيح لك استخدام كامل الفيتشرز حتى من جهاز الماك. يعني بدل السفاري استخدم الايدج؟ بدل السفاري تستخدم المايكروسوفت ايدج. نعم. الكروم بيمشي الكروم برضه، الكروم او الايدج تنينهم ممتازين. السفاري راح يغلبك شوي في بعض الفيتشرز كونه من شركة أبل، يفضل استخدام إما كروم أو مايكروسوفت إيدج. سؤال صغير عن الكود، لما عملنا جنريت كود كان في تحتية عدة خيارات، في ريست وريموف وإلى آخره، لو كان من بينهم كمان خيار سند بحيث يروح للتيم ممبرز كلهم أحسن ما نعمل كوبي ونروح ندور على الموديل أو على الإيميل حتى نبعثه. جميل، سؤالك جميل. هلأ
لو نضاف خيار السند الطلاب اصلا لسه اللي بدي اياهم يدخلوا هم مش موجودين على التيم، فالخيار السند هنا ما راح يكون ابليكابل كونه الطلاب هم برا المنصه، لسه بدي اياهم يدخلوا جوا المنصه. فعشان هيك انا راح اخذ الكود كوبي واودي لهم اياه اما بواتساب جروب او من خلال صفحه الماده على الاي ليرنينج سوليوشن، المهم انه الكود يوصلهم وعشان يدخلوا على المنصه. طبعا الخيارات المتاحه امامك اللي هي اذا بدك تغير الكود تقدر تغير الكود بهاي الطريقه، تعمل ريسيت بتغير الكود، وبتقدر تعمل ريموف لهذا الكود اذا انهيت عمليه الانضمام ما بدك الكود يضل مفتوح تقدر تعمل ريموف، وبرضه من خلال نفس الخيارات تقدر تعمل كوبي، واذا انت مثلا عامل شير للسكرين تقدر تعمل فول سكرين حتى الطلاب مثلا يشوفوا الكود على فول سكرين بهاي الطريقه. هاي الخيارات المتاحة امامك على مستوى الكود. الريست بالضبط شو بتعمل الريست؟ يعني غير الجنريتية. ممتاز، الريست هي بتغير الكود، لنفترض انا والله الكود قاعد بوصلني كثير طلبات لطلاب من برا هذا المساق، يعني معناته الكود راح لطلاب من برا المساق وصفى في عندي هيدك، مباشرة بقدر اروح على التيم كود واعمل ريست لهذا الكود، على طول بتغير، يعني اللي معاه الكود القديم ما بقدر يعمل جوين لهذا المساق او لهذا التيم، ولازم ابعث له الجديد مره ثانيه. بالضبط، اذا غيرت الكود بدك تبعث الجديد للطلاب الجداد اللي بدهم ينضافوا على هذا المساق. اوكي، شكرا لك. شكرا ولا يهمك دكتور. تفضل يا سيدي. تفضل. الو دكتور سليم. الو. تفضل دكتور. دكتور هسه هذا الكود انتم بتعملوه يعني ولا احنا لازم ان وي هاف تو كرييت ولا انتم بتعملوه تبعثوا لنا اياه لكل الطلاب يكون واضح على المساج؟ هاي وحده. واثنين، الريكوردينج تبع هاي المحاضره وين بدكم تبعثوا لنا اياها لو سمحت؟ جميل. طيب بالنسبه للكود طبعا كل دكتور راح يكون عنده المساقات الخاصه فيه، راح يروح على كل مساق ويطلع الكود، يعمل الكود راح يكون بهاي الطريقة. لما يروح على التيم كود راح يكبس على جنريت ويأخذ الكود هذا ويحطه على صفحة المادة بالإي ليرنينج، تمام؟ أما فيما يتعلق بالريكوردينج لمحاضرتنا لليوم، ريكوردينج راح نبعثه للدكتور محمد الصمادي وهو إن شاء الله من خلاله راح يتم إيصاله لجميع الدكاترة. ما بعرف إذا حاب تجاوب دكتور محمد على هاي الجزئية. وين راح ينبعث؟ على الإيميل ولا على هون ولا؟ يعني دكتور تم الاتفاق مع الإخوان من شركة نيكس إنهم يحملون الريكوردينج على اليوتيوب أنليستد، يبعثون الرابط وأنا بعمم الرابط بالإيميل على كل الزملاء، يعني سواء اللي حضروا الجلسة أو اللي ما حضروا إن كان مشاهدة الريكوردينج على اليوتيوب. على الإيميل تبعنا أو تبع طبعاً الجلسة. طبعاً طبعاً صح؟ طبعا. اوكي جريت جريت. تفضل دكتور ابتسام. تفضلي. معلش بدي اسال سؤال. انا مهندس ابتسام مركز التعلم الالكتروني، بوصلنا كثير اسئله من الدكاتره، يا ريت لو تشرحها. اللي هي انهم بدهم ياخذوا اللينك تبع الميتنج ويضعوه على الاي ليرنينج، فهذا اللينك رح يدخل لمرة واحدة عليه خلص، يدخله من البداية السيشن، يعني دكاترة كتير بيعملوا هذا الإشي، بعد ما يعمل كرييت للميتينج لأول مرة بياخد كوبي لللينك وبيحطه على الإيليرنينج. يا ريت لو تشرح لنا كيف تشرح لهم، أنا بعرفها بس يعني كيف تشرح للدكاترة كيف باخد كوبي اللينك للميتينج وبضعه على الإيليرنينج أو في أي مكان سواء كان إيميل أو واتساب أو whatever يعني. نعم، شكرا لسؤالك مهندسة. طبعا اذا انا بدي اخذ اللينك تبع المحاضرة، طبعا انا بكون بنيت محاضراتي على الكالندر بهذه الطريقة، اذا بدخل على اي محاضرة من المحاضرات بدخل عليها بهذه الطريقة، تحت في عندي اللي هو اللينك تبع المحاضرة بيظهر على طول في هذا المربع، هذا اللينك بقدر اخذه بكل بساطة اذا بضلله بروح عليه رايت كليك باخذ كوبي لللينك، بعمل كوبي لللينك وبروح بحطه على المكان اللي انا بدي اياه، مثلا على صفحه الماده، على صفحه مثلا بواتساب جروب بيظهر عندي اللينك بهاي الطريقه، ببعثه لطلابي مثلا بواتساب او بحطه على الاي ليرنينج بيج للماده ومباشره بضغطوا على هذا اللينك وبدخلوا على الماده مباشره. تمام، يسلم ايدك. شكرا لك دكتور. بس معلش بالنقطه هاي دكتور، هسه
فهمنا انك انت عاملين كلاس، وبالتالي نعمل جدول للمحاضرات، وبالتالي اللينك راح يروح تلقائي لكل طالب مسجل بهاي الكورس موجود على المايكروسوفت تيم. ليش بدي اعمل اني كمان اودي له الكود للطالب الموجود عندي على كلاس؟ نعم صحيح، هلا يعني كلامك صحيح جدا، لانه الطالب منضم عندي داخل التيم بالتأكيد طبعا لما بروح على الكاليندر بعد ما أنا أبني له الجدول المحاضرات راح يظهر عنده جدول محاضرات بهذه الطريقة مباشرة، وعلى طول أصلا قبل المحاضرة بعشر دقائق دائما وأبدا راح تجي نوتيفيكيشن على موعد المحاضرة وراح تظهر عنده على التيم بهذا الشكل، فهو عنده الرابط تبع المحاضرة وبيقدر يدخل مباشرة. للي حاب يعمل شير لللينك على الإي ليرنينج هو برضه متاح له، يعني للي معتاد بهذه الطريقة برضه متاح له يقدر ياخذ الرابط تبع المحاضره ويحطه على صفحه الماده بالاي ليرنينج. تفضل اسامه. اسامه تفضل. صراحه ما بعرف اذا في دكاتره لسه في عندهم اسئله، بس فعليا حاليا ما في عندي ولا سؤال ولا حدا رافع ايده عشان يسال اي سؤال، فبتوقع نبدا ننهي. شفت قبل شوي دكتور لبيب اذا يعني اذا انا مش غلطان. اوكي تفضل دكتور. تفضل دكتور لبيب سامعينك. تعمل ان ميوت دكتور لبيب اذا سمحت. بقول شكرا اوريدي دكتور محمد جاوب بالنسبه لارسال المحاضره راح تكون على اليوتيوب وراح يرسل لنا الايميل، فشكرا لكم. بالتاكيد. يعني اذا ما في اي استفسار من الزملاء هيك من يعني بنكون انهينا التريننج ل